Allô? Allô? نتحدث عن تقنيات جمع المياه العالمي من أجل التخلص من المشاكل المرافقة لإعادة استخدام المياه العالمي. يجب أولا جمع هذه المياه من المناطق السكنية ونقلها إلى محطات تنقية خاصة. هذه المحطات تقوم بتنقية المياه العالمي حسب مواصفات ومقاييس تسمح لنا باستخدامها في مجالات عدة. من طرق جمع المياه العالمة من المنازل وتحويلها محطات التنقية طريقة الجاذبية التقليدية. هذه الطريقة تشمل أنابيب ومناهل وغرف صيانة. هذه الأنابيب توضع دائما عميقة وتحت الطرق الرئيسية وفي ميلان معين حتى تسمح لحركة المياه مع المواد الصلبة الموجودة فيها. الطريقة الثانية لجمع المياه العالمة هي طريقة مجاري الخالي من المواد الصلبة، حيث أنها أولا نقوم بنزع المواد الصلبة من هذه المياه ومن ثم تحويل هذه المياه عن طريق أنابيب تحت الأرض. إيش داعي هالأنابيب تكون عميقة جدا وتكون موضوعة في انسياب بسيط جدا تسمح لحركة المياه فقط فيها. النظام الثالث هو نظام الصرف الصحي البسيط. هذا النظام يختلف عن النظام السابق لأنه ليس هناك حاجة إلى يكون عندي مناهل في البيوت. يكفي ذلك أن يكون عندي حصى ومصائد الدهون لمنع انسداد هذه المجاري. بعد جمع المياه العادلة يتم نقلها إلى محطات التنقية. في محطات التنقية في عندي مراحل لتنقية المياه العادلة. في المرحلة الأولية تحتوي على طرق إزالة الحصى وأي مواد كبيرة جداً. لأنه هذه المواد إذا دخلت على محطة التنقية ممكن أن تعمل عندي مشاكل في تنقية هذه المياه، لذلك يجب يتم إزالتها في البداية. هذه المرحلة يمكن الاستغناء عنها في محطات بحيث أنه ممكن استخدام في البيوت طرق معينة لإزالة هذه المواد الكبيرة قبل نقلها إلى محطات التنقية. المرحلة الثانية هي المرحلة الرئيسية. في هذه المرحلة يتم إزالة المواد الصلبة عن طريق التحسيب، بحيث تدخل هذه المياه على أحواض ونتيجة حركة هذه المياه في هذه الأحواض يتم ترسيب المواد الصلبة فيها. في المرحلة الثالثة وهي المرحلة الثانوية هي مرحلة أساسية ومهمة جدا، بحيث أن المواد العضوية الموجودة في المياه العادمة يتم تحليلها في هذه المرحلة. فإذا كانت في هذه المرحلة تحليلها لا هوائي يتم تحويل المواد العضوية إلى غاز ثاني الكربون وغاز الميثان. إذا كانت هذه المرحلة هي مرحلة هوائية يتم تحويل المواد العضوية إلى غاز ثاني أكسيد الكربون فقط. المرحلة الأخيرة هي مرحلة ما بعد المعالجة، وهي مرحلة نهائية ويتم تنقية المياه المعالجة إلى حد تكون صالحة لاستخدامها في مجالات عدة ومنها المجال الزراعي. في نهاية هذه المحاضرة نكون إحنا غطينا مجالات جمع المياه المعالجة وعمليات تنقية هذه المياه في المحطات ومراحل هذه التنقية. السلام عليكم. اليوم راح نتحدث عن طريقة المعالجة البيولوجية للمياه العذبة. هذه الطريقة ممكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع: المعالجة اللاهوائية والمعالجة الهوائية والمعالجة الطبيعية. النوع الأول من المعالجة البيولوجية هو المعالجة اللاهوائية. هذه الطريقة لها فوائد عدة، أهمها أنه يمكن إزالة المواد العضوية منها بنظام محكم. ثانيا ممكن انتاج الغاز البيولوجي، وهذا غاز يمكن استخدامه في انتاج الطاقه. كذلك استخدام الطاقه او احتياجات من الطاقه في هذا النظام قليل جدا ما عدا استخدامها في المضخات. في هذه الطريقه يكون انتاج الحمأة منها قليل جدا مقارنه مع نظام التنقيه الهوائي. الطريقه الثانيه الطريقه الهوائيه، وهذه الطريقة تحتاج إلى وجود الأكسجين لهضم المواد العضوية وينتج عن ذلك غاز ثاني الكربون. إذا قارنا هذه الطريقة مع طريقة التنقية اللاهوائية تكون المياه المعالجة الخارجة منها مياه نقية جدا مقارنة مع التنقية اللاهوائية. لكن هذه الطريقة تحتاج إلى شيئين. أولا تحتاج إلى طاقة
ناتجة عن استخدام الوضخات لضخ غاز الأكسجين. والشيء الثاني أنه هذه الطريقة تنتج حماء أكثر من الطريقة التنقية اللاهوائية. من أنواع التنقية الهوائية هي ممكن تكون Activated Sludge or Trickling Filters or Rotating Biological Contractors. الطريقة الثالثة هي طريقة التنقية الطبيعية. في هذه الطريقة إذا تم تصميمها بشكل جيد وإدارتها بشكل فعال يمكن ينتج عندي مياه عادمة عالية الجودة مقارنة مع طرق تنقية أخرى. لكن هذه الطريقة بحاجة إلى مساحات كبيرة إذا قارناها مع تنقية لا هوائية أو التنقية الهوائية. نظام التشغيل في التنقية الطبيعية نظام سهل وبسيط. كذلك تكلفة هذا النظام كمان بسيط وقليل مقارنة مع الأنظمة الأخرى من الأنظمة اللاهوائية أو الهوائية. لذلك استخدام هذا النظام اللي هو النظام التنقية الطبيعية في المناطق النامية يكون أفضل لسهولة التشغيل ولقلة التعقيد فيها. في نهاية المحاضرة نكون هيك إحنا تحدثنا عن طرق التنقية البيولوجية من طرق هوائية وطرق لا هوائية وطرق طبيعية. وشكرا. السلام عليكم. اليوم راح نتحدث عن أنظمة الري المستخدمة في مجال استخدام المياه المعالج المنقاه. النظام الأول هو نظام الري السطحي. هذا النظام هو نظام مستخدم في جميع بلدان العالم وهو واسع الانتشار لأنه هذا النظام نظام سهل وبسيط وقليل التكلفة. هذا النظام يمكن تقسيمه إلى أنواع: ري سطحي استخدام الأحواض، وهذه الأحواض ممكن تكون مربعة الشكل أو مستطيلة. ممكن يكون نظام ري بالأتلام وهي نسميها فرو إريجيشن. نظام ري بالأحواض يتم تقسيم الأرض إلى مربعات أو مستطيلات. هذه المربعات أو المستطيلات يكون فيها هناك ميل بسيط بحيث يسمح لحركة المياه التنقل من بداية الحقل إلى نهاية الحقل، ويتم ضم سطح البرب كاملة. هذه العملية تحتاج كما قلنا إلى مياه هائلة جدا، لذلك كفاءة نظام الري تكون واطية لاستخدامها مياه كبيرة جدا. النظام الثاني هو نظام الأتلام أو فرو إريجيشن، بحيث يتم تقسيم سطح التربة إلى أتلام أو إلى خطوط، ويتم وضع الماء في هذه الخطوط، وينتقل الماء من أول خط إلى نهاية الخط بوجود انسياب بسيط جدا، وهذا الانسياب بسيط لعدم عمل انجراف في التربة الزراعية. النظام الثاني الرئيسي وهو نظام الري بالرشاشات. نظام موجود في كل العالم نفس الشيء، لكن استخدامه أقل من النظام السطحي، وذلك لأنه هذا النظام تكلفته عالية جدا، بحيث هذا النظام يتكون من أنابيب ومضخات، وهذا يرفع من تكلفة نظام الري، وينتقل الماء إلى الرشاشات ويتم قذف الماء إلى الهواء عن طريق هذه الرشاشات باستخدام مضخات، ثم ينزل الماء إلى التربة عن طريق المطر الكالي. الشيء المهم بهذا النظام أنه الماء يخرج من سدادات أو من فتحات صغيرة جدا، لذلك يجب تنقية هذه المياه من المواد الصلبة أو أي مواد شائبة ممكن تعمل على تسكير هذه الرشاشات. لذلك هذا النظام دائما في عملية التصميم يضاف إليه شيء نسميه إحنا اللي هو فلترة، وهي فلترة على مراحل معينة. ممكن تكون فلترة باستخدام الحصى أو فلترة باستخدام الشاشة. هذا النظام نفس الشيء كنظام الري السطحي، يتم إضافة الماء إلى الحقل كاملا، لكن إضافة هذا الماء يكون بطريقة أكثر فاعلية منه في نظام الري السطحي، لذلك كفاءة هذا النظام تكون أعلى إلى حد ما منها في نظام الري السطحي. نظام الري بالنقاطات يعتبر هذا النظام أفضل نظام موجود لمكافحة شح المياه. هذا النظام يتم استخدام فيه أنابيب
مصنوعة من البي في سي واستخدام المضخات. هذه الأنابيب بتكون موزعة في كافة الحقل، إما أنابيب أساسية أو ثانوية أو فرعية. هذه الأنابيب تحتوي على نقاطات على مسافات معينة حسب المحصول المراد زراعته. هذه النقاطات تعطي الماء بتدفقات مختلفة لكن بكميات بسيطة جدا. هذا النظام يعطي الماء فقط في المنطقة المزروعة، لذلك ليس هناك حاجة لتغطية كافة الحقل في الماء، فقط المنطقة التي يوجد فيها النبات سوف يغذى في الماء من هذه النقاطات. لذلك يعتبر هذا النظام نظام فعال جدا وكفاءته عالية جدا، تصل إلى حوالي تقريبا 95% كإفشنسي أو كنظام فعال. هذا النظام كما في نظام الري بالرشاشات، لأنه الماء يخرج من فتحات صغيرة جدا، يجب أن يحتوي على نظام فلترة أو مرحلة فلترة عالية جدا، بحيث يتم التخلص من كل الشوائب سواء كانت شوائب كيميائية أو شوائب طبيعية، لأنه هذه الشوائب إذا دخلت على هذا النظام يتم تسكير هذه النقطات، بالتالي يمنع وصول الماء إلى المحاصيل. هذا النظام تكلفته ممكن تكون عائق، لأنه تكلفته عالية جدا لاحتوائه على مضخات وعلى نظام فلترة وعلى أنابيب. أفضل نظام ممكن استخدامه في مجال المياه المعالجة هو نظام الري بالتنقيط، لأنه هذا النظام يتم قطع الاتصال ما بين الماء وما بين المحصول أو العمال أو المزارعين الموجودين في المنطقة. بالحالة هذه نكون إحنا خففنا عملية انتقال أي نوع من أنواع الأمراض إلى المحاصيل أو إلى العمال أو المزارعين في الحالة. النظام الأخير هو نظام الري تحت السطح. هذا النظام شبيه جدا نظام الري بالتنقيط، لكن بدل ما تكون الأنابيب موجودة على سطح التربة، تكون هاي الأنابيب موجودة تحت سطح التربة. لذلك هذا النظام يعتبر أيضا من أحسن الأنظمة اللي ممكن استخدامها في مجال المياه العالمي، لأنه كل المياه المستخدمة تكون مصفية تحت سطح التربة، وليس هنالك أي نوع من أنواع الاتصال ما بينها وبين الزراعة أو المحصول أو العمال أو المزارعين في المنطقة. في نهاية هذه المحاضرة نحن غطينا أنظمة الري المستخدمة من نظام ري سطحي ونظام ري بالرشاشات ونظام ري للتنقيط. السلام عليكم. مرحب فيكم اليوم، بحيث أننا راح نتحدث اليوم حضرتنا عن موضوع مجالات استخدام المياه المعالج المنقاة. المياه المعالج المنقاة ممكن استخدامها في مجالات عدة، منها مجال الزراعي، ومنها المجال الصناعي، ومنها في مجال تغذية المياه الجوفية، وأيضا ممكن استخدامها في مجال تطوير المدن. أن يعالج استخدام المياه المنقاة في عملية تطوير المدن ممكن تقسيمه إلى استخدام مقيد أو استخدام غير مقيد، وفي هناك استخدامات أخرى مثل عملية مكافحة الحرائق. استخدام المياه المعالجة في الزراعة ممكن يكون لري محاصيل تؤكل مطبوخة، أو لمحاصيل تؤكل نية، أو لمحاصيل تدخل في الصناعة قبل عملية الاستهلاك. إعادة استخدام المياه المعالجة المنقاة في مجال تغذية المياه الجوفية أمر مهم جدا، لأنه في فترات تكون هناك المياه الجوفية متوفرة بشكل كبير جدا ولكن ليس لها أي استعمال. ففي هذه الحالة ممكن استخدام هذه الأبار الجوفية لتخزين هذه المياه وإعادة استخدامها في فترات أخرى خلال نمو الزراعة. في نهاية هذه المحاضرة نكون هيك احنا غطينا بعض مجالات استخدام المياه المعالجة المنقاة، وشكرا لحضوركم. صباح الخير جميعا ويعطيكم الف عافيه. احنا كانت هاي فيديوهات تعريفيه بالمحاضره او المساق اللي راح ناخذه على محاضرتين اللي هي اليوم والغد. حاليا راح اشير معكم على تشات
اللينك الخاص في هاي المساق او هاي المحاضره. يا ريت كلنا كالعاده كاي مساق راح ناخذه نعمل الامتحان القبلي ونعمل عفوا بس فقط الامتحان القبلي في البدايه، اللي ما عمل امبارح الامتحان البعدي وتقييم المساق السابق يا ريت برضه يدخل على البلاتفورم ويعمل تقييم للمساق الماضي مع الدكتوره مها حلالشه ويعمل الامتحان البعدي. حاليا بهمنا نعمل الامتحان القبلي لمساق اليوم. راح يكون معنا الدكتور محمد دقه. تفضل دكتور، انت بتحب تعرف بالماده وتعرف بحضرتك، تفضل. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. صباح الخير. يعطيكم العافية يا رب. وإن شاء الله اليوم أو غدا سوف يعني نتحدث عن موضوع له تقنيات إعادة استخدام، تقنيات في إعادة استخدام المياه المعالجة المنقاة، و بنكون هيك بتكون تغطيت تقريبا كافة المجالات، لأنه بعتقد أنه كانت الدكتورة مها معكم في خلال 3 أيام تحدثت فيها عن موضوع معالجة المياه المعالجة المنقاة العادمة المنقاة، وسوف نتحدث اليوم هي تكملة لهذا الكلام اللي هو ما بعد تنقية المياه المعالجة هي إعادة استخدامها في مجالات عدة. أنا اسمي محمد دقة، تخصصي هو تقريبا في مجال الزراعة أكبر شيء. خلصت بكالوريوس من الجامعة الأردنية من قسم الأراضي، من قسم التربة والري، وبعد ذلك اشتغلت شيء بسيط في مجال الشركات الخاصة في الأردن، ثم أتممت دراسة الماجستير في مجال هندسة الري في جامعة ساوثهامبتون من بريطانيا، وحصلت على شهادة الماجستير في مجال هندسة الري مي أو خلينا نقول irrigation engineering. ثم التحقت في الجامعة الأردنية واشتغلت فيها as research assistant في معهد الأراضي المياه والبيئة في الجامعة الأردنية. وهذا الأمر فتح لي مجال إني أحصل على درجة، على أحصل على المنحة لإكمال درجة الدكتوراه في مجال إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة ومن جامعة فاخنينغ من هولندا. وبعد ذلك التحقت في جامعة أردنية كأسيستنت بروفيسور في قسم الأراضي والمياه والبيئة التابع لكلية الزراعة، وكنت مهتم في تدريس مواد لها علاقة في الري ومياه المعالجة وإعادة استخدامها. حاليا أنا بشتغل كفريلانسر أو كونسلتنت مع منظمات دولية، ومن هذه المنظمات اللي هي منظمة أكوا. فإن شاء الله إنه خلال هاليومين بنحاول نعطي أفكار وآراء وأيدياز في مجال التكنولوجيز لإعادة استخدام المياه المعالجة، وبنستفيد يعني احنا اثنين، يعني انا وانتو في اثراء هذه المحاضرات في نقاشات ممكن يكون لها فائده تعم الكل وتعم الطرفين ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا دكتور وتشرفنا فيك، وان شاء الله انه اليومين القادمين راح يكونوا يعني مليئات في المعلومات ومليئات في الإضافة اللي راح يحصل عليها إن شاء الله المشاركين. دكتور قبل ما نبلش، أول شيء برد أحب أحكي للمشاركين كمان مرة بعد إذنكم الكل يدخل على اللينك اللي شيرته على الشات ويعمل البري إكزام. دكتور قبل ما أبلش، في عنا سؤال طرحوه على الدكتور مها، بيحكي هل يوجد خريطة للمزروعات التي تجود زراعتها في المياه العادمة، ومدى حساسية تلك المزروعات لتقبل المياه العادمة؟ كان هذا سؤال من أحد المشاركين من مصر. فما بعرف إذا في عندك يعني خريطة لهذه المزروعات إذا ممكن. والله هو وجود خريطة يعني لهذه المزروعات، احنا عندنا في الأردن هون بالذات يعني اللي بيحدد هذا الكلام اللي هو الستاندردز الأردنية، وهي بتعتمد على نوعية المياه المعالجة اللي طالعة. يعني في عندنا في الأردن هون مثلا إذا كانت المياه المعالجة up to secondary treated مثلا للمرحلة السكندري فقط حسب الستاندرد الأردنية، مثلا هون موجود عندنا يعني أنه فقط يسمح باستخدامها في ري محاصيل الأعلاف وبعض الأشجار المثمرة.
إذا كان التنقي وصل مرحلة التيرشري مثلا حسب الستاندرد الأردنية، ممكن إحنا نستخدمها في زراعة كافة المحاصيل، سواء كانت محاصيل للاستهلاك البشري أو الاستهلاك الحيواني شو ما كان يكون، حتى المحاصيل الاستهلاك البشري اللي هي كانت مطبوخة أو غير مطبوخة. فكخارطة طبعا حاليا يعني بنقدر نقول إحنا ما في هناك خارطة يعني ملزمة لكافة البلدان. هناك في عندنا إحنا زي ما نقول في كل بلد عندهم جايد لاينز وعندهم ستاندرد وعندهم ريجوليشنز، وهذه هي اللي بتحدد أين يتم استخدام المياه المعالجة، طبعا بناء على زي ما قلت درجة التنقية، وعلى بناء على الووتر كواليتي اللي طالعة، أو خلينا نقول المياه المعالجة، نوعية المياه المعالجة اللي طالعة. فكخارطة طريق أعتقد إنه حاليا لا يوجد بشكل عام، إلا اللي بتحكم فيها زي ما حكيت اللي هي ستاندرد والجايد لاينز لكل بلد موجودة. جميل دكتور أحمد، أنت جاوبت أصلاً على السؤال الثاني اللي هو كان بخصوص إنه في بعض الدول العربية الأخرى غير الأردن مسموح فقط للأشجار وغير مسموح للنباتات اللي قريبة من مستوى الأرض، أو اللي هي الأعشاب، أو اللي هي يعني أمثال البندورة وما إلى ذلك، ممنوع سقايتها في هاي المياه. فأنت هيك جاوبت على سؤالين. في عندنا كمان سؤال دكتور قبل ما نبلش محاضرة اليومين هذول، هل النانو تكنولوجي مفيدة في تنقية مياه الصرف الصحي واستخدامها في المجال الزراعي، وهل هي آمنة بالنسبة للنانوتكنولوجي ونستطيع الاعتماد عليها، وهل هي مكلفة أم لا؟ إذا والله عندك. شوف، انا ما عندي معلومات عن هذا، لانه انا زي ما قلت تخصصه اكثر هو في مجال الريوز. يعني هذا السؤال كان يعني يفضل انه يسال للدكتوره مها، لانه هي اصلا متخصصه في مجال تنقيه المياه المعالجه، واعتقد ان عندها بجوز معلومات اكثر مني عن موضوع النانو تكنولوجي، لانه انا والله يعني لحد الان يعني ما تطرقت هذا الموضوع. بس يعني زي ما حكيت يعني الابحاث الان، يعني من يوم انطلاقه النانو تكنولوجي يعني بيحط في مجالات معدله عديده جدا، يعني غير حتى مجال المياه، في جاري ابحاث الان ونتائج تطلع منها وبس، لكن هذه واحد بده يعني زي ما حكيت وقت حتى واحد يوصل لمرحله انه تكون النتائج مقبوله، لانه بتعرف النتائج لاي تكنولوجيا حديثه يعني طالعه بدها وقت من الزمان، وبدها معلومات اكثر، وبدها داتا اكثر حتى يكون لها قرار صحيح انه هل هي سيف او غير سيف في طبعا استخدام. فبس زي ما قلت انا بالنسبه لي يعني انا لا ما عندي اي معلومات عن هذا المعروف، عن معلومه يعني، لانه انا مجالي اكثر في مجال خلينا نقول الريوز، وخاصه الاجريكلتشر ريوز اوف تيد. تمام. هل من الممكن خلال الفترة القادمة عمل مصانع أسمدة في محطات المعالجة لاستفادة من المخلفات الصلبة لمياه الصرف كي تستخدم في المحاصيل الزراعية؟ نعم، انا مع هذا الامر، بس لكن زي ما حكيت احنا مثلا انا بحكي عن وضعي هون في الاردن مثلا، لحد الان لا يسمح لنا الان في استخدام الحمأة في الزراعه حسب الستاندرد الموجوده، لا يعني لا يسمح لنا لحد الان. وانا عملت كثير من الدراسات خاصه لما كنت في جامعه اردنيه مع ابحاث مع طلاب ماجستير على هذا الموضوع، لانه الحمأة الموجوده ممكن انها تحسن كثير من خواص التربه، وخاصه عندنا احنا في الاردن هنا في كثير، احنا في تقريبا 90% من الاراضي في الاردن هي اراضي صحراويه، وهي اراضي تفتقر للمواد العضويه بشكل كبير جدا، وهي اراضي مرات تكون الخواص الفيزيائيه تبعتها غير او غير مساعده لنجاح عمليه الزراعه او استخدام انظمه ري حديثه فيها. فكان الابحاث عملت ابحاث على هذا الموضوع، وكثير كانت الابحاث تعطي نتائج ممتازه من ناحيه تحسين خواص التربه، خاصه عندنا في زي ما حكيت احنا في مناطق صحراويه، يعني في الاردن مرات الاراضي بتكون طبقه من الكراست او طبقه ماء، هاي طبقه تمنع اللي هي من حركه الماء فيها. فكان استخدام الحمأة في بلوتس موجوده على مجال ابحاث بسيطه جدا حسنت هذه الخاصيه، ورفعت من عملية حركة الماء في التربة. بس زي ما قلت نعم أنا مع هذا التوجه، بس لحد الآن البوليسي الموجودة في الأردن هون لا تسمح لنا باستخدام هذه الحماة على مستوى خلينا نقول عالي، حتى إنه بقدر إحنا نقول إنه والله خلينا نصنع أسمدة من هاي الحماة واستخدامها في التربة.
في كثير انا من المحطات ممكن زرتها في العالم. نعم الكثير من المحطات تلحق في مصانع للحمأة وبتنتج أسمدة على جريد احنا بنسميه AA، يعني جريد عالي الجودة احسن من الأسمدة الموجودة الآن بالأسواق. هي سيف وتستخدم خاصة في أمريكا، مثلا انا زرت محطات تستخدم في ملاعب الجولف بشكل رهيب جدا يعني، وحتى انه الانتاج تبعه مرات يعني استهلك كاملة في استخدامها في هذه المجال. للعشب او النجيل اللي هو مستخدم. نعم. وهو الهم اهم شيء احنا الاستخدام الحمى، او حتى بشكل عام لما نستخدم احنا المانيور بشكل نحكي عنه، او الزبل البلدي باللغه العربيه مثلا، احنا هدفه الاساسي هو تحسين من خصائص التربه. صحيح هو له قيمه غذائيه مضبوط، بس كمان له دور كبير جدا في تحسين خصائص التربه. مفهوم. هاي تمام دكتور، كانت الأسئلة العالقة. يعني شكرا للإجابة صراحة، يعني إجابة وافية وجميلة جدا. دكتور بعد إذنك تعمل شير سكرين وبتقدر تبلش محاضرة اليوم. يعني إن شاء الله. تمام. لجميع المشاركين أي مداخلة ممكن حاليا نكتب على الشات أو نعمل raise hand، لأنه يعني لما الدكتور يطرح مجال للأسئلة راح نعمل اللي هو allow unmute yourself. حاليا راح نبلش محاضرة اليوم إن شاء الله، ممكن بريك بعد ساعة أو ساعة ونص من الآن. نراكم إن شاء الله بعد أقل. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم، برحب فيكم مرة أخرى. اليوم المحاضرة اليوم الأولى حتكون تتحدث عن الـ reuse applications اللي هي مجالات استخدام المياه المعالجة. زي ما حكيت انتو خلال الايام الماضيه تطرقت لموضوع تنقية المياه المعالجه، وهذا شيء مهم لانه احنا مثلا لما نيجي على موضوع الريوز دائما احنا نربط موضوع التريتمنت مع الريوز، لانه حتى نعيد استخدام المياه المعالجه في مجالات عده زي مثلا الاكواكلتشر او اللاندسكيبنج او الجراوند ووتر ريتشارج اور اجريكلتشر اور اندستريال، لازم تكون هالمياه منقاة لدرجة تكون الكواليتي اللي طالعة هي مناسبة لهذا المجال. عشان هيك رح متلاحظ مثلا انه الكواليتي تختلف حسب الاستعمال. يعني مثلا انا بدي استخدم مياه المعالجة في الزراعة مثلا، مرات بكفيني ان تكون التنقية لدرجة الثانوية بسميها secondary treated. بس لكن إذا هالمياه سوف نستخدمها في مجالات أخرى مثلاً خلينا نقول جراوند ووتر ريتشارج اللي هي عملية تغذية المياه الجوفية، نحن بحاجة إلى تكون مياه الكواليتي تبعتها أكثر، والتكنولوجيا المستخدمة في تنقية المياه متقدمة أكثر حتى نمنع أي نوع من أنواع التلوث راح نحن نتطرق إليها إن شاء الله خلال محاضرة اليوم. فعشان هيك دائما احنا بنربط عمليه التريتمنت مع الريوز مباشره، يعني لا ننصح احنا بالريوز الا بعد ما يتم عمليه تنقيه المياه المعالجه لدرجه ممكن تسمح ان استخدامها في مجالات مختلفه حسب نقول ستاندردز اور الجايد لاينز اور ريجوليشنز لكل بلد موجوده، لانه اعتقد في كل بلد لها هذا لها جايد لاينز ستاندردز محدده. احنا كموضوع مياه معالجة تقريباً بشكل عام or worldwide the majority of wastewater is neither collected nor treated، يعني احنا نحكي بشكل عام، يعني نحكيش على بلد معينة، بشكل عام مياه المعالجة خلينا نقول مياه الwastewater نحكي عنها تقريباً عملية جمع هذه المياه وعملية تنقيتها ضعيفة جداً. فعشان هيك بنلاحظ تقريباً 80% of global wastewater is released to the environment without adequate treatment، يعني تقريباً 80% من مياه الـ wastewater هذه بتروح للبيئة أو إلى استعمال أو إلى الأنهار أو إلى البحار تقريباً بدون ما يكون في هناك عندها أي نوع من أنواع treatment أو فنقول adequate treatment مناسب بحيث إنه نضمن سلامة هذه المياه الويست ووتر للبيئة الموجودة عنده. فعشان هيك دائما بتلاحظ انه في هناك نقول فكرة
او يتبادر لذهن الناس انه هاي المياه المعالجه از ابيردن، عبء، وهذا العبء لازم تخلص منه شو باي طريقه، شو ما كان يكون هذا الطريق، سواء كانت هذه الطريقه مفيده او غير مفيده. يعني كثير من المياه المعالجه مثل ما حكيت تلقى في الانهار او البحار ومن دون نظر انه هذا المصدر ممكن نوجهه في مجالات مختلفه ونستفيد منه. فعشان هيك دائما بتلاحظ، انا حتى انا عندي يعني تحفظ على كلمه ويست ووتر، يعني لانه دائما كلمه ويست ناس بتبادر لذهن انه هذا الويست اللي هو عباره عن مخلفات او انه شيء ضائع نقول عنه، وهذا الكلام يتناقض مع الواقع، لانه الان تعتبر المياه المعالجة او خلينا نقول المياه الويست ووتر هي ريسورس، وكثير من البلدان العالم الان في سياسه في وضع سياسه للمياه لهذه البلدان، صارت المياه المياه الويست ووتر تقريبا هي احد مصادر مياه لهذه البلد. وهذا عندنا هون في الاردن احنا تقريبا الان تعتبر المياه الويست ووتر احد مصادر المياه نقول الكبيره والذي يمكن الاعتماد عليها، ولازم انه نغير شيء احنا في نظرتنا لهذا المياه، ونحكي عنه انه البيرسبشن لازم يتغير لنظرتنا على المياه. لازم احنا ننظر للمياه not as a waste but ننظر لها as a resource. عشان هيك انا دائما كثير بحب استخدم مصطلح مثلا sewage water، او نستخدم مصطلح reclaimed water بدل كلمة waste water، لانه زي ما حكيت كلمة waste بتبادر لذهن الناس انه هذه المياه هي ضائعه او مياه لا يمكن استخدامها، او مياه از بيردن، عبء لازم اتخلص منها. فعشان هيك دائما زي ما حكيت انا في البدايه انه لازم يكون انه التريتمنت لهذه المياه عشان نتخلص من كلمه الويست. بالحاله هذا بصير في عندي بنسميه احنا ووتر ريسورس ريكفري، يعني انه انا قاعد بعيد او بستخدم هذه المياه أو ريكفر للمياه الموجودة فيها وعادة استخدامها في مجالات عندي. عشان هيك كل المياه المعالجة الذي تنتج في المدن أو في المنازل أو المدن أو المصانع لازم أنها تجمع، عشان لازم تكولكتد زي ما نحكي إحنا، وهذه المياه كلها تذهب إلى مناطق خاصة أو إلى خلينا نقول تريتمنت بلانت اللي هي محطات تنقيه، وهذه المحطات التنقيه بتكون مسؤوله انها تحول الويست الى ووتر ريسورس، تحول يصير في عندي ووتر ريسورس ريكفري فاسيليتي. في الحاله هذه بالحاله بصير عندنا النظره للمياه المعالجه تختلف، لانه الان النظره تتجه انه هذا راح يصير ووتر ريسورس وليس از ا ويست. في الحاله هذه لو جينا مثلا ناخذ بعض المعلومات السريعة زي ما حكيت in general، تقريبا waste water can be taboo so it isn't used to its maximum benefit. يعني هناك في كثير ناس انهم لهم محاذير من استخدام هالمياه المعالج، وعشان هيك الماكسيمم بينيفيت منها ما بنحصل عليه. تقريبا ثلث النيشنز في العالم، يعني إذا بنشوف الصورة هنا من مناطق الصين والهند والباكستان اللي هي تقريبا اللي فيها كثافة سكانية عالية جدا، do not report information on wastewater، ما في هناك معلومات كافية عفوا كمعلومات كافية عن موضوع المياه المعالجة أو عن الwastewater، يعني ما في هناك معلومات. تقريبا 63% of wastewater data is تقريبا 5% years old، يعني معلومات إذا كان متوفرة غالبية هذه المعلومات تقريبا إلها تقريبا داتا لخمس سنوات على الأقل موجودة. فهذا الكلام اللي بنحكي عنه لازم يكون في السوليوشن إله to improve wastewater management uptake، إنه لازم ننظر الآن إلى موضوع إدارة المياه المعالجة وكيفية استخدام هذه المياه المعالجة بطريقة سليمة ممكن إنها ترفع من الماكسيمم بينيفيت للمياه المعالجة. فهي عشان هيك إنه كلمة ويست ووتر هنا موجودة، لا
لازم يصير العمليه ريسايكل وريوز. ريسايكل من ناحيه اللي هي تنقيتها، وعمليه الريوز من اعاده استخدامها. لانه زي ما حكينا كل انتريتد ويست ووتر، اذا كانت المياه الويست ووتر انتريتد هذه دينجرس، وكل الناس بيقروا في هذا الكلام. كل الناس معروف انه مياه هذه اذا لم يتم معالجتها راح تكون مياه خطره، لانها تحتوي على الجي مثلا بشكل كبير جدا، وهذا بيأثر على جوده المياه الموجوده. تحتوي على بيولوجيكال كونتامينانتس، ومنها الفيروس مثلا بشكل كبير. تحتوي على هيفي ميتالز، او خلينا نقول ميتالز موجوده، وهذه ممكن تاثر على درينكينج ووتر كواليتي. بالاضافه كمان تحتوي على سولتس، وهذه السولتس بتاثر من ناحيه زراعيه على 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 خلينا نقول التربه وعلى المحصول الموجود عندي. اذا كل هذه الفاكتورز جعلت المياه الانتريتد مياه خطره جدا. علشان هيك السوليوشن لها از ويست ووتر تريتمنت، وهذا زي ما حكيت اللي انتم المحاضرات الماضيه او الايام الماضيه، كانت يومين ماضي او ثلاث ايام، كانت كلها تتحدث على موضوع الويست ووتر تريتمنت. حتى احنا نعالج موضوع الدينجرس اللي جاي من الانتريتد ويست ووتر. فاذا في عمليه التريتمنت هذه حولنا خلينا نقول او عملنا على امبروفمنت للووتر كواليتي اند افيلابيلتي. اذا صار في عندي الان تحسن من نوعيه المياه ومن توفر هذه المياه. صار في عندي توفر ونوعيه، وهذا الامر مهم جدا اذا احنا بدنا نعيد استخدامه في مجالات عده. فعشان هيك السيف ويست ووتر يوز بروفايدز، اذا احنا نقينا المياه المعالجه وصار عندي بروف للووتر كواليتي والافيلابيلتي، ممكن نحصل على من هذه المياه المعالجه او توفر هذه المياه المعالجه، توفر لنا شيء نسميه مثلا نيوتريانتس اللي هي عناصر، وهي عناصر غذائيه مهمه جدا لنمو النبات، وراح نشوف هذا الكلام في محاضراتنا القادمه ان شاء الله. اعتقد هي غدا راح تكون محاضره عن موضوع الفيرتيجيشن واهميه الموضوع النيوتريانت في المياه المعالجه. فيها المياه المعالجه على اورجانيك ماتر، وهذا حكينا احد الاجوبه اللي جاوبنا عنها هذا الصباح، موضوع اللي هو خلينا نقول المانيور او خلينا نقول المواد العضويه، وهي لها دور كبير، اثر كبير جدا في تحسين الانتاج الزراعي وفي تحسين خواص التربه. وهي كمان تحتوي هذه المياه المعالجه على مياه، وهي مياه هي افيلابيلتي، انه في عندي مصدر مياه موجود حاليا، وهذا المصدر المياه بدخل بسياسات كثيره في لكل بلدان من ناحيه الووتر بادجت الموجوده فيها. بالاضافه ممكن نحصل على المياه المعالجه اللي هي انرجي، زي ما بنقول في بعض الطرق تنقيه المياه المعالجه، خاصه الانيروبيك تريتمنت، ممكن نحصل عليها من غاز الميثان، وهذا بيكون از انرجي سورس. فاذا هذه صار، اذا لاحظ انه بطلت المياه المعالجه النظره لها از ا بيردن لازم تخلص منها، صار نظره المياه المعالجه انها فيها عناصر مهمه جدا، وهذه العناصر لها حتى قيمه اقتصاديه، وهذا شيء بساعدنا في تغيير البيرسبشنز او النظره اتجاه هذه المياه. فمثلا هذه العناصر او خلينا نقول السيف ويست ووتر بروفايدز اللي حكينا عنها، اذا نظرنا من ناحيه زراعه مثلا، انه بدنا نستخدمها من ناحيه زراعيه مثلا فارمرز يوز ويست ووتر، فممكن انه اول شيء هذه المياه راح تكون متوفره عنده 365 يوم بالسنه، يعني على مدار السنه، لانه بنعرف ان المياه المعالجه انتاجها يوميا، ما دام انه في عندي انا استهلاك للمياه في المنازل والمصانع والمدن، معناته انه في عندي انتاج مياه موجوده دائما يوميا. اذا وهو اصلا المصدر الوحيد في العالم الذي يزداد من سنه لسنه، يعني مصادر المياه بتلاحظ انه في كثير من مصادر هذه المياه بتقل من سنه لسنه، المصدر الوحيد الذي يزيد هو الويست ووتر تريتد. الويست ووتر تريتد هو المصدر الوحيد اللي بيزيد، وهو مصدر موجود على مدار السنه 365 يوم، دائما هذا المصدر موجود، وهذا كثير جدا بيساعدنا في وضع سياسات زراعيه بحيث انه نزيد الرقعه الزراعيه ونزيد الانتاج الزراعي للاستهلاك البشري. اذا معناته اذا في توفر هذه المياه ممكن احنا نصير producing high value crop for sale، اذا ممكن احنا ننتج محاصيل، وهذه المحاصيل لها
مردود عالي أو مردود اقتصادي أو مردود ذو فائدة للمزارع، ممكن يصير في عندنا low energy cost than groundwater pumping، لأنه إذا إحنا إذا بنعتمد في الزراعة على استخدام المياه الجوفية، معناته إحنا هذه المياه لازم يصير عملية لها بامبينج أو ضخ حتى نعيد استخدامها، وهذا البامبينج له كوست، خاصة في مناطق اللي يكون فيها الطاقة شحيحة، وزي مثلا الأردن عندنا هنا مثلا إحنا الطاقة عندنا تعتبر من الـ الشغلات اللي هي بترفع تكلفة الإنتاج، سواء كان إنتاج زراعي أو صناعة أو شو ما كان يكون الإنتاج، لأنه الطاقة عندنا شحيحة. بالإضافة لذلك اللي هو كمان وجود العناصر الغذائية فيها، هاي بنعتبرها as a fertilizer، اللي هي أسمدة طبيعية وسليمة ممكن نستخدمها في الزراعة، وكثير من الأبحاث إحنا عملناها في مجال الزراعة، مثلا وجدنا إنه استخدام أو النظر إلى كمية المواد العضوية أو خلينا نقول العناصر الغذائية الموجودة في المياه المعالجة، إذا أخذناها هذا الكلام في خلال تسميد المحاصيل، إنه كثير من المزارعين قل استخدام أو اعتمادهم على الأسمدة الكيميائية، وهذا شيء مهم جدا من ناحية إنه زاد قل التكلفة على المزارع من ناحية الإنتاج، وقل كمان عملية اللي هو الانفايرمنت بوليوشن نتيجة استخدام الأسمدة الكيميائية، لأنه بنعرف إن الأسمدة الكيميائية من اسمها تحتوي على مواد كيميكالز، وهذه الكيميكالز إذا تراكمت في التربة ممكن أن تأثر على إنتاجية هذه التربة في إنتاج المحاصيل. إذا بتلاحظ إنه هناك في مجالات عدة من خلال استخدام المياه المعالجة في مجال الزراعي. بالإضافة لذلك ممكن نستخدم المياه المعالجة زي ما نشوف راح نأخذ الآن عمل في الريكرييشن أو في الانفايرمنتال سيرفيسز، أو ممكن نستخدمها از جراوند ووتر ريتشارج، أو نستخدمها حتى كمان في الموضوع الاندستري اللي هي المصانع. فإذا الهدف أو خلينا نقول الشيء الأساس إنه يصير في عندي ويست ووتر تريتمنت للمياه المعالجة، إنه يصير في عندي تنقل للمياه المعالجة بحيث إنه تكون الكواليتي امبروفد والافيلابيلتي امبروفد في الحالة هذه. إذا الويست ووتر يوز كان بي ادابتد تو ميت ذا ووتر ديماند ان ديفرنت فيلد اند كونتريبيوت تو ذا كونزرفيشن اوف فريش ووتر ريسورسز. إذا احنا بنعرف انه المعادله الموجوده حاليا انه في عندي هناك انا عندي ديماند وانا عندي سبلاي. الديماند ما نحتاجه في مجالات مختلفه، مجال الصناعه، الزراعه، مجال الـ مثلا الانفايرمنت، في مجال اللي هو مثلا نقول الريكريشن او في مجال الاكوا كلتشر، شو ما كان يكون هذا المجال، هذا كله له ديماند من المياه. وإذا هذا الديماند لازم حنغطيه منين؟ من السبلاي، شو أنا متوفر عندي مصادر مياه، هذه المصادر تعتبر كسبلاي لازم استخدمها حتى نغطي الديماند. عشان هيك دائما هالمعادلة إنه بنحاول قدر الإمكان إنه يكون عندي السبلاي الموجود يغطي هذا الديماند إلى حد ما نحكي عنه. فوجود المياه المعالجة ساعد كثير انه في تغطيه الديماند المطلوب، بعد انه مثلا وهذا ادى الى توفير جزء من الفريش ووتر ريسورسز لاستخدامات اخرى. يعني مثلا لو احنا تم اعاده استخدام المياه المعالجه في مجال خلينا نقول الزراعه مثلا بشكل، واحنا تقريبا بشكل عام في العالم بنعرف إنه الزراعة هي أكبر مستهلك لمصادر المياه، يعني تقريبا من 60 إلى 70% من مصادر المياه الموجودة عالميا هي تتجه نحو الاستخدام الزراعي. فإذا إحنا قدرنا ندخل المياه المعالجة بكواليتي مناسبة في مجال الزراعة، راح يصير في عندي هناك نوفر جزء كثير من الفريش ووتر ريسورسز اللي كانت تذهب إلى الزراعة، وعادة استخدام هذا الفريش ووتر سورس في مجالات أخرى، وهي أهم شيء اللي مثل مجال الدومستيك اللي هو استهلاك البشري مثلا. فهذا كثير ساعد
في معظم بلدان العالم انه وجود المياه المعالجة المنقى قللت كثير من الضغط على مصادر مياه فريش ووتر، وساعدت في حل مشكلة في المعادلة اللي بنحكي عنها ما بين الديماند وما بين السبلاي. إذن practice of wastewater reuse vary among countries. إذن عملية استخدام المياه المعالجة تختلف من منطقة، من بلد إلى بلد طبعا، وهذا يعتمد على موضوع socio-economic circumstances لكل بلد، اللي هو الحالة الاقتصادية الاجتماعية لكل البلدان، ومن ناحية اللي هو industrial structure اللي هو التصنيع، وهل المصانع فيها خلينا نقول استراكشر كابابل انه يستخدم هذه المياه المعالجه من غير اي مشاكل. كمان الكلايمت له دور كبير جدا، لانه الكلايمت اللي بنحكي عنه المناخ يختلف من بلد لبلد. مثلا احنا في مناطقنا اللي هي خلينا نقول المناطق الجافه او شبه الجافه، في هناك ضغط كبير جدا على مصادر المياه، وهذا بيستدعي انه ننظر الى او نبحث على مصدر مياه اخر. فاذا بتلاحظ انه عشان هيك المياه المعالجه في مناطق الجافه او شبه الجافه التوجه نحو هذا المصدر بشكل كبير جدا. في عندي الكلتشر اللي هو ثقافه المجتمع الموجود في البلد، هل المجتمع هذا عنده مثلا معلومات كافيه على موضوع معالجة المياه المياه الويست ووتر، هل عنده معلومات عن نوعية المياه اللي طالعة من محطات التنقيب مثلا، هل عنده معلومات على استخدام السليم لهذه المياه المعالجة في أي مجال شو مكان يكون هذا المجال، وحتى كمان هل هذا المجتمع عنده معلومات كيف يدير المياه داخل المنازل يعني أو داخل المصانع، لأنه بتعرف إنه المياه المعالجة راح نشوف إحنا إنه نوعية المياه المعالجة هي تعكس ما يتم استخدامه في البيوت أو في المنازل أو في المصانع. فهل المجتمع عنده معلومات أو خلينا نقول awareness إنه كيف يدير المياه داخل المنازل؟ هل مثلاً أنا إذا كان عندي في المنزل مواد خطرة، وعلى سبيل المثال أنا بحكي هذا كلام مثلاً عن دراسة عملناها مثلاً خلينا نقول الأدوية، في كثير من الأدوية، في كثير ناس بيستخدموا الأدوية، ومرات الأدوية بصير out of date، صار في نهاية لهذه الأدوية. فعملية التخلص من هذه الأدوية كثير أنا بلاحظ أنه في المنازل بتتم منها بكبوها في المجاري، وهذه الأدوية لها أثر سلبي جداً، أولاً من ناحية أنها لما تروح على محطات التنقية راح تخرب نظام التنقية، لأنه كثير من هذه الأدوية راح تتعارض مع مجالات التنقية في هذه المحطات، بالإضافة لمرات إنه هذه الأدوية تحتوي على مواد كيميكالز ممكن يظلها إلها أثر موجود في المياه حتى بعد التنقية، وإذا تم استخدامها مثلاً في مجال الزراعة ممكن أن تنقل هذه المواد الكيميكالز إلى هذا المنتج الزراعي ويتم استهلاكه من قبل الناس، وراح يأثر عليها صحياً. فالكلتشر، هل هذا شيء مهم جداً، إنه الثقافة للمجتمع هل عنده ثقافة عالية جداً على هذا الموضوع أو لا يوجد. فعشان هيك استخدام المياه المعالجة يختلف من ناحية من بلد إلى بلد، حيث من ناحية الكلتشر. religious preference اللي هو موضوع ديني، في كثير ناس دائماً بتسألوا إنه هل الدين مثلاً نقول بسمح إن استخدام المياه المعالجة مثلاً، حسب إحنا ما بعرف أنا، في كثير من الأبحاث تمت على هذا الموضوع، وفي هناك فتوى صدرت من قبل المجلس الإسلامي في مكة مثلاً سنة 76 بعرف هذا الكلام، إنه يجيز استخدام المياه المعالجة بناءً على النوعية اللي طالع، يعني مثلاً لازم يكون في هناك مراقبة لنوعية المياه المعالجة اللي طالعة، وهذه النوعية هي بتحدد مجال استخدامها، هل نستخدمها في مجال الزراعة أو مجال الصناعة أو حتى في مجال اللي خلينا نقول إحنا اللي هو الشرب. احنا في بنلاحظ مثلا في بعض الدول المتقدمه ومن نتيجه التكنولوجيا المتقدمه انه المياه المعالجه بتوصل لدرجه بعد التنقيه انها تكون مياه مشابهه او حتى اعلى من ناحيه كواليتي من مياه الشرب الموجوده الان حاليا. فالدين نعم لا يتعارض مع هذا المجال، بشرط انه يتم مراقبه وضمان نوعيه هذه المياه واستخدامها.
اخر شيء اللي هو البوليسي، هل البلدان اللي بنحكي عنها هل موجود فيها بوليسي متكامله وبحيث تضمن او تحدد او تمنع الاستخدام خلينا نقول غير سليم للمياه المعالجه؟ في احنا في الاردن عندنا هنا عندنا بوليسي متطوره بشكل كبير جدا، وهذه البوليسي ريجوليتد باي الستاندردز والجايدلاينز والريجوليشن الموجوده للبلد بحيث تحدد ان مجال استخدام هذه المياه المعالجه. تفضل. تمام دكتور. في نفس السياق في عنا استفسار بيسأل عن المعايير في النتائج المعملية اللي بتخلي يعني المهندس أو المسؤول بيحدد استخدامها في أي مجال زراعي أو صناعي. يعني هم كمحطة بيكونوا محددين بقانون، بس شو هو المعايير أو شو هي المعايير اللي ممكن يعني يستندوا عليها؟ هي زي ما حكيت المعايير هذه تختلف من بلد لبلد. في عنا معايير مثلا فيزيكال نحكي عنها، زي مثلا التي نسميها احنا تي اس اس اللي توتال سسبندد سوليد، او تي دي اس اللي نسميها توتال ديزولف سوليدز. هذه معايير فيزيائيه مثلا موجوده، وهذه لها ريجوليشن ولها ارقام محدده بتسمح لاستخدام المياه المعالجه. مثلا تي دي اس مثلا لو حكينا عنه الملوحة، هي لها علاقة في الملوحة، إذا هذه المياه تحتوي على ملوحة خلينا نقول مثلا فوق 700 مثلا ملي جرام بير لتر، هذا رقم موجود، إذا معناته راح يصير في عنده هون تحديد لنوع المحاصيل المزروعة، لأنه الفوق 700 بصير بلش عندي الآن يصير بعض المحاصيل تتأثر في هذه الملوحة ويصير تأثير على الإنتاجية عندها. مثلا عندنا هون في الأردن أنا بحكي مثلا لو عندنا محصول سترس اللي هو الحمضيات، وهو محصول موجود عندنا في شمال الأردن، في شمال غور الأردن نحكي عنه، يعني وجدنا أنه هذه المحاصيل بناء على الفاو للفود أجيكالتر أورجانيزيم جايدلاينز الموجودة، أنه ممكن هذه المحاصيل تتحمل مياه فيها ملوحة أب تو 1000 اللي هي 1000 ميلي جرام بير لتر. وطبعا وهذا كلام يتبعه كمان مانجمنت لهذه المياه رح نحكي عنه إن شاء الله خلال المحاضرات القادمة. فهذه معايير موجودة. ممكن في عندي معايير كيميكالز مثل زي الهيفي ميتالز الموجودة عندي، هل عندي في عندنا هيفي ميتالز؟ إحنا عندنا هون في الأردن تقريبا لأنه محطات التنقية الموجودة بشكل عام هي بتنقي مياه معالجة جاي من المنازل بشكل عام، وهذا بيؤدي الى يكون انه موضوع الهيفي ميتالز قليل جدا، اللي في بعض الا مرات في بعض الانسيدنت بتصير عندنا ومنتدارك هذا الموضوع من حد من من قل من هذه المواد. فكمان الكيميكالز لها دور ولها فاليو معينه محدده بالستاندرد بحيث انها تمنع استخدام هذه المياه اذا كان هذا العنصر او الماتيريال الموجوده بتتعدى الارقام الموجوده في الستاندرد. في عندي مثلا عندي شيء مهم جدا اللي هو الميكروبيولوجي اللي هي مثلا ايكولاي مثلا كوليفورم، هذه الموجوده في المياه المعالجه لها طبعا ارقام محدده من قبل الستاندرد ومحدده من قبل دبليو اتش او، بحيث انه هذه ارقام لا اذا تعدت القراءات الموجوده ممكن يكون لها اثر كبير جدا في خلينا نقول اللي هي على صحة المحصول وصحة الإنسان وصحة البيئة. فنعم في هناك فيزيكال كيميكال بيولوجيكال باراميترز موجودة، وهذه بيحددها الستاندرد لكل بلد أو لكل أورجانيزيشن. مثلا في عندنا الـ EPA في أمريكا إلها guidelines، وهي تعتبر من الـ strict guidelines الموجودة. في عندنا مثلا WHO guidelines، في عندنا FAO regulations او guidelines موجوده اذا كنا بنتجه نحو الزراعه. فهذا الكلام زي ما حكيت يتحكم في سياسه البلد الموجوده والregulations الموجوده. فعشان هيك المحطات التنقية مثلا احنا مثلا في عندنا مشروع اشتغلنا فيه في الاردن هنا في شمال غور الاردن اللي هو حكيت اللي يزرع فيه الحمضيات. كنا نحن دائما نعمل مراقبة لنوعية المياه اللي طالعة من محطات التنقية في الشمال، وكان خلال المشروع اشتغلنا في بعض البراميترز العالية مثل على سبيل المثال الـ TSS اللي هي Total Suspended Solid والـ TDS الملوحة،
والايكولاي او خلينا نقول الكوليفورم ايكولاي، هذول كانت الارقام فيها عاليه فوق الستاندرز المسموحه فيها، سواء كانت ستاندرد اردنيه او حتى المرات دبليو اتش او، وكان رفض استخدام هذه المياه في مجال الزراعه بناء على ستاندرز. فعشان هيك صار في تحسين، او خلينا نقول الحكومه تداركت هذا الموضوع وعملت على رفع كفاءه هذه المحطات، بحيث انه يتم تخلص من هذه المشاكل الموجودة حتى يعاد استخدامها بشكل سليم في مجالات ومنها مجال الزراعة. تمام دكتور. في الدكتور حمدي بيحكي في مصر طبقا لنوعية الصرف وكذلك درجة المعالجة سواء ثنائية أو ثلاثية أو ابتدائية وما إلى آخره. في عندنا كمان مداخلة من المهندس وائل بيحكي أفضل شيء في الوقت الحالي يتم زراعته في مياه الصرف هي الأخشاب، بس كان في رد قبلها من المهندس حسام من الفاو بما معناه أنه يجب أن لا يبقى حصر استخدام مياه المعالجة للزراعة فقط، بينما يمكن النظر في استخدامات أخرى سياحية وصناعية وتجميل مدن وغيرها. يعني حتى في الزراعة ممكن الأخشاب لحالها، ما بعرف دكتور إذا بتقدر تفيدنا، أنه نخصصها لجزء معين من النباتات اللي هي اللي في ما في منها أكل أو ما في منها، بغض النظر مطبوخة أو نية أو ما إلى آخره، هل هذا الاستخدام بيكون ناجع أو لا؟ وفي عندنا مشاركة من المغرب تحكي العديد من الناس في المغرب ينظرون إلى هذه المياه بأنها ضائعة فقط. نعم. فشو رأيك دكتور على التعليقات الموجودة؟ ماشي، خلينا نبلش على التعليقات. يعني أول شيء نعم، أنا مع الناس اللي بيحكوا هذا الكلام، إنه يجب إنه كمان ننظر للمياه المعالجة مش من ناحية استخدام في الزراعة ولا استخدام في مجالات أخرى، وهذا أنا مزبوط هذا الكلام. بس أنا عندي يعني شيء انه نحكي احنا عن بلدان، خاصه احنا في المشروع هنا زي مصر لبنان الاردن، او خنحكي عن مناطق اللي هي بلدان مناطق الدول العربيه بشكل عام، بنلاحظ انه الزراعه فيها هي اكبر كونسيومر للمي، يعني اكبر كونسيومر للمصادر المياه الموجوده هي الزراعه، يعني مثلا 70% خلينا نقول بشكل رقم، وهذا كمية هائلة من المياه، مصادر المياه تحول باتجاه الزراعة. فالفكرة في هذا الموضوع إنه المياه المعالجة الموجودة مرات ما بتغطي هذه 70%، يعني ما فيش عندي إنتاج مياه معالجة منقاة ضمن نوعية محددة مثلا كويس إن تغطي هذه 70%، ما فيش. فإحنا لو استخدمنا المياه المعالجة كاملة ممكن إنه بدل ما يكون اعتماد الزراعة على مصادر المياه تقريبا 70%، ممكن نزله إلى حد ما 20% مثلا، ممكن يصير اعتماده 50% على مصادر أخرى و20% نأخذه من خلينا نقول من المياه المعالجة، وتوفيرها هو هاي 20% اللي احنا وفرناها من مصادر المياه الفريش ووتر بنقدر نستخدمه في مجالات يعني متقبلة من المجتمع نحكي عنه. مثلا أنا لو جيت بدي انا استخدم المياه المعالجه مثلا في جراوند ووتر ريتشارج، خلينا نقول مثلا في تغذيه مياه جوفيه، وهي المياه الجوفيه في الاردن كثير منها احواض ذاهبه للشرب، يعني رائحه للشرب البشر في حالها. فهل عندنا المجتمع متقبل الان انه يشرب هذه المياه مثلا حتى لو كانت منقاه لدرجه عاليه جدا؟ يعني انا بعرف في بعض البلدان العالم، وهذا الكلام تابعته مثلا خلينا نقول في مناطق، خلينا نقول في سنغافوره مثلا، بعرف انه في هذه البلد المياه المعالج تنقى لدرجه لغايه الشرب، وهي تعلب في علب خاصه ومكتوب عليها انه هذا المياه مصدرها مياه معالجه، والبشر والناس خلينا نقول الناس هناك متقبلين هذا الامر وبيشربوه. فهل هذا الكلام عندنا متقبل عندنا في الاردن في نقول هنا او في مناطقنا احنا مثلا؟ ما هذا الشيء لازم ننظر له. يعني انا قبل ما اوجه هذا الكلام لجراند ووتر ريتشارج اشوف هل متقبل او غير متقبل عندنا في الحاله هذه. نفس الشيء حتى انا اقدر استخدم المياه المعالجه هذه في مجالات عده، في الصناعه او في الجراند ووتر ريتشارج او في اي مجال اخر الدوميستيك مثلا، لازم تكون هالمياه منقاه لدرجه عاليه جدا، وهذا يستدعي يكون في عندي هناك محطات تنقيه بهاي تكنولوجي وتكلفه عاليه. هل هذا متوفر مثلا في مناطقنا الموجود انه يكون انا عندي تغطيه لهذه التكلفه؟ انا مثلا نعرف في دول الخليج مثلا نعم عندهم مصادر، عندهم مصادر اموال ممكن انه يغطوا، بس لكن هم بيتجهوا لتحليه مياه البحر
اكثر من تحليه المياه المعالجه واعاده استخدامها للشرب، لانه اقول بالاخير هل المجتمع يتقبل ذلك او لا يتقبل ذلك؟ فاستخدامها في مجالات مختلفه نعم ممكن نستخدمه، هذا راح نشوفه الان، بس زي ما قلت في كثير من العوامل بتحد من هذا الامر في الحاله هذه. استخدام المياه المعالجه في الاخشاب نعم، وانا كنت بعد على اتصال مع كثير من الناس اللي كانوا لهم دور في تصميم محطة خد مستمرة في الأردن هنا بالذات، هذا قديما زمان هذا الكلام بالثمانين، وكانت النية إنه يستخدموا هذه المياه اللي طالعة من محطة التنقية في زراعة المناطق حول محطة خد مستمرة وهي مناطق صحراوية عندنا، في زراعة غابات وأشجار ممكن استخدامها في صناعة الأثاث مثلا نقول، أو صناعة أي شيء له علاقة في الأخشاب. بس حاليا لو جينا احنا نطرح هذه الفكره على الحكومه مثلا وعلى هذا، بنلاحظ انه الحكومه بتقول لك انه هذه المياه المعالجه انا الان دخلتها في سياسه زراعيه، يعني انا اذا بدي اقول لو انه في عندنا 100% مياه معالجه منقاه داخل الان في سياسه زراعه البلد، وهي تتجه الى سد الملك طلال وتخزينه هناك لاعاده استخدامها في الاغوار، لانه عندنا في عندنا شح مياه كبير جدا في هذه المنطقة، والمياه هذه بتتجه لهذا الأمر حتى نخفف من شح المياه الموجود. فإذا أجيت أنت بدك تأخذ جزء من هذه المياه بدك تعمل فيها مثلا زراعات أخرى، أنت هيك أخليت في الموازن الزراعي عندي. فهذا كله كلام زي ما أقول يجب النظر إله بنظرة متكاملة، هل يسمح هذا الكلام ولا يسمح كلام؟ نعم هي أكثر سيف نستخدمها في زراعة مثلا نقول الأشجار أو نقول الأخشاب، أو حتى مثلا في زراعة القطن، لأنه بدخل القطن في التصنيع وهو لا ملوش له أي أثر في المياه المعالجة عليه. بس لكن زي ما قلت هل السياسة البلد تسمح إني أنا أخذ جزء من هذه المياه المعالجة اللي هي الآن مخصصة لاستخدام الزراعة في منطقة معينة وعاد استخدامها أو لا؟ فيجب النظر إلها بشكل نقول بشكل متكامل حتى نقدر نقرر هذا الكلام. تمام شكرا دكتور. بس هل برأيك إنه يعني توعية الشعبية للمستخدمين هي الطريقة الأمثل لعدد استخدام مياه المعالجة؟ أنا هذا مع الأمر 100%. أنا زي ما حكيت خلال شغلي في هذا المجال ومع مشاريع سواء كانت مشاريع دولية أو مشاريع محلية، كانت أول شيء يطلبوا منا المؤسسات الدولية بالذات أن يكون في هناك awareness program لإعادة استخدام المياه المعالجة بطريقة سيف. وأويرنس بروجرام لمين؟ لليوزرز وللكونسيومرز كمان، لأنه أنا بهمني بالأخير لما أنتج أي شيء مثلا أنا أنتجت محصول، هل هذا متقبل من ناحية المجتمع أو خلينا نقول المستهلك أو غير متقبل؟ يعني افرض أنا أنتج محصول ممتاز جدا بس المجتمع ما تقبله، شو استفدت؟ فالأويرنس نعم الأويرنس هي جزء مهم جدا، وزي ما هو موضوع تنقية مهمة جدا ومراقبة المياه المعالجة مهم جدا، نفس الشيء كمان awareness مهم جدا، بحيث انه زي ما اقول زي ما حكت الشخص الانسان اللي مشارك معنا الان من المغرب انه بقول انه المشكلة انه لحد الان ننظر للمياه المعالجة as a burden يعني as a waste خسارة، وحتى نغير هذا البرسبشن ما بيتم الا في من عمل awareness program متكامل ويضمن جميع شرائح المجتمع الموجود حتى انه يصير تقبل هذا الموضوع. يعني مثلا احنا في الاغوار مثلا عملنا awareness program مثلا للمزارع للمجتمع للمدارس للطلاب، لانه احنا بالاخير حتى الطلاب الموجودين في المدارس هم بس خلصوا من المراحل الدراسيه ممكن هذا يتجه نحو الزراعه، أو حتى عشان هيك لازم يكون هذا الشخص مؤسس من الآن مدرب من الآن إنه شو تكون نظرته اتجاه لهذا المياه. وكمان عملنا awareness لربات المنازل بالبيوت زي ما حكينا، لأنه الكلتشر داخل المنازل لازم يتغير حتى نضمن سلامة المياه المعالجة اللي احنا راح نعمل عليها. مفهوم. مع رفع مستوى الثقة بين الحكومة والشعوب دكتور مظبوط، لأنه في غياب يعني تعقيبا على تعليقك إجانا برضو التعليق على الشات إنه في غياب الثقة، هذا يعني يعتبر تحدي صعب هو التقبل المجتمعي أكبر تحدي. ونعم كلامك مظبوط أكبر تحدي إحنا واجهناه
في شغلنا في المشاريع المياه المعالجة، بالذات مياه المعالجة بنحكي عنها، كانت هي اللي هي عدم الثقة، أو الثقة لا توجد ما بين خنقول اللي بده يستخدم هذه المياه واللي بده يعمل بروفايدر لهذه المياه، اللي خنقول السلطة أو الحكومة أو الوزارة المسؤولة عن توفير هذه المياه، والمزارع بشكل عام خنقول اللي هو راح يستخدم هذه المياه. ليس هنالك أي حلقة وصل ما بين هذول الشخصين، وهذا سبب إنه ما تم عمل awareness program في البداية للمجتمع بشكل عام. مثلا أنا افرض أنا بدي الآن استخدم مياه المعالج، يجي البلد خلينا نقول الوزارة المسؤولة بتيجي هي بتعمل كل شيء من A to Z، بالأخير بقول للمزارع خد هذه المياه استخدمها. هذا الأمر طبعا مش سليم، لأنه لازم إحنا ندخل خلينا نقول المزارع أو الكونسيومر بأخذ القرار إنه وين أول شيء، وين أحط المحطة، شو المحطة تعطيني المياه، نوعية إيش تعطيني إياها، لإيش أنا بستخدم هذه المياه. يعني في هناك كثير من الشغلات لازم تأخذ بعين الاعتبار في من حتى أنا أعمل ديزاين للمحطة ونوعية المياه طالع منها وعاد استخدامها في أي مجال. لازم يتم هذا الكلام ما بالتعاون ما بين المجتمع، ما بين أقول الوزارة المسؤولة، حتى بالأخير يصير هناك تقبل. أما إذا ما تم هذا الأمر ما راح يصير تقبل، بالحالة هذه كلها خسارة بخسارة يعني في الوضع هذا. مفهوم. أتوقع حتى المشاركين حاليا عم بربطوا بين المحاضرتين، المحاضرة الماضية أو المساق الماضي مع هذا المساق، وتشكيل الفريق وأهمية وجود صناع القرار زائد المزارعين، ممكن الناس المحليين وهذه الأمور. تمام دكتور، إن شاء الله يعني وصلت الفكرة. هاي كانت آخر مداخلة، تفضل. ماشي، إذا نكمل الآن. تلاحظ أنه مثلا لو جينا على هذا الفوتو مثلا أو هذا الدايجرام، لاحظ ان في عندنا waste water reuse in the world تقريبا ارقام بنحكي in general 7.1 كيلومتر مكعب بالسنه، منها تقريبا 0.18% treated. يعني شوف مياه المعالج، مياه waste water كميه هائله منها، بس 0.18% منها treated، وهذا اللي احنا بنحاول نوصله، انه هذا ادى الى خلينا نقول النظره الى المياه المعالجه نظره سلبيه. نحكي عنه، في عندي 20 مليون متر هكتار فلاند، 10% من هذه globally irrigated area، يعني 10% من الأرض هي أراضي تروة موجودة في الحالة. تلاحظ أنه عندي المصادر المياه الموجودة للاستخدامات مختلفة، سواء كانت industrial or municipal or irrigation، كلياتها ممكن إحنا نحصل عليها من مصادر مياه طبيعية، نحكي عنها اللي سطحية أو مياه في البحار أو مياه جوفية ممكن نستخدمها. فكل هالاستخدام هذا راح ينتج عندي ايش؟ راح ينتج عندي waste water. اذا لازم هالwaste water هذه تروح على محطات ويتم تنقيتها حتى نقدر نستخدمها في الاندستري، نقدر نستخدمها في الزراعه، نقدر نستخدمها as surface water discharge للبحار او الانهار، ولازم نستخدمها حتى نستخدمها في الجراوند ووتر ريتشارج. اذا عمليه تنقيه المياه المعالجه مهمه جدا، وهي تعتبر شيء اساسي حتى نقدر نستخدم هذه المياه في مجالات مختلفة. فمجالات خلينا نقول بشكل سريع، نحكي categories of wastewater reuse، ممكن نستخدمها بالurban use اللي هو التطوير الحضري، مثل landscape irrigation parks مثلا، أو playground، school yard، golf courses، cemeteries. لاحظ إنه في كثير مجالات ممكن نستخدمها في التطوير الحضري. وزي ما حكيت لازم نحط بعقلنا انه احنا الان نتحدث عن مياه معالجه منقاه ضمن كواليتي مناسبه لهذا الشيء، يعني ما بنتحدث عن انتريتد، لا، هي مياه معالجه منقاه ضمن كواليتي تناسب هذا الاستعمال. ممكن نستخدمها في عمليه الفاير بروتكشن في كثير من بعض البلدان، خاصه البلدان اللي تتعرض الى حرائق خاصه في فصل الصيف. كثير منها بيعتمد على مياه المعالج المنقى في مكافحة هذه الحرائق. ممكن استخدمها بالزراعة، نعم استخدمها في أما في الفود كروب أو من فود كروب، مثلا في محاصيل بيستخدمها البشر أو محاصيل اللي تستهلك من ناحية الحيوانات اللي هي الفودر. ممكن استخدمها في الفايبر، وهذا كان السؤال اللي سألوه قبل شوي، إنه هل ممكن استخدمها في الأخشاب؟ نعم ممكن استخدمها في الفايبر في إنتاج الأخشاب، واستخدامها هذه الأخشاب في صناعات الأثاث الخفيفة،
الموجودة أنا بعرف في بعض البلدان بيستخدموها في صنع اللي هي البوكسز اللي هي تصدر فيها المنتجات الزراعية. في إذا حدا متذكر بالقديمة من الزمانات كانت كل المنتجات الزراعية تخزن في بوكسز مصنوعة من الخشب حتى تروح الأسواق المحلية في صندوق خشب قبل ما يصير في عندنا الآن البوليسترين الموجود بشكل شاسع. فلاورز في الانتاج الازهار نستخدمه عندنا كثير، عندنا هون في الاردن مشاريع تمت من خلال المركز الوطني للابحاث الزراعيه في منطقه الرمثه، وعملوا ابحاث على موضوع الازهار وكانت نتائجهم جدا ممتازه من ناحيه انتاج الازهار والزهور باستخدام المياه المعالجه. ممكن نستخدمها في الريكريشن يوز اللي هي مناطق اللي هي خلينا نقول الريكريشن اللي هي الناس بتذهب للتمتع في هذه المناطق. انا زرت منطقه في اريزونا لمحطه تنقية، وهي محطه تنقية كبيره جدا، المياه المعالج اللي طالع منها بشكل كبير جدا. فهذه المحطه عملت بعد المحطه مباشره بعد تنقيه المياه لدرجه معينه من الكواليتي، عملت خلينا نقول ويتلاند، ارتفيشال ويتلاند، وهي منطقه كبيرة جدا تحتوي هذه الويتلاند على كائنات برية وكائنات بحرية وكائنات وعنا طيور بأشكال مختلفة، بحيث أصبحت هذه المنطقة جلب سياحي للناس يذهبوا هناك للاستمتاع بالمناظر وبالنباتات الموجودة المختلفة وبالطيور الموجودة وفي الكائنات الحية الموجودة فيها. وزرنا هاي المنطقة وتفسحنا فيها طبعا، وأخذت الجيرني في خلال هذه المنطقة تقريبا فوق الساعتين. هاي منطقة هائلة جدا، هي artificial wetland وكان عدد كبير من الناس فيها، وحتى هاي صارت منطقة سياحية بحيث تحتوي على حتى بعض الأوقات إلى نزلز، يعني ممكن واحد يسكن فيها أو حتى مطاعم ممكن واحد يقعد ويأكل في هذه المنطقة، مع أنه لا توجد هناك أي نوع من أنواع الملوثات أو الروائح اللي ممكن تكون تحد من هذا الجلب السياحي لهذه المنطقة. فإذا نعم ممكن نستخدمها as recreation وas منطقة جلب للناس بحيث يستمتعوا في المناطق في المناظر الحلوة والخلابة إلى، فممكن نستخدمها as swimming للليكس أو snow making، ممكن نستخدمها as fishing boating or other non-contactual recreation activity، ممكن نستخدمها as artificial wetland or natural wetland enhancement. فكليات هذه ممكن نستخدم المياه المعالجة فيها بشكل سليم. دكتور، هون كان في عندنا استفسار بحكي هل يمكن استعمال هذه المياه في تربية الأحياء المائية؟ هون يعني هو هون كان تعليق أنه restricted، هل نعم يمكن استخدامها في تربية الأحياء المائية؟ أو استخدام الطاقة المنتجة خلال التنقية في مناطق سياحية، هي تمام، ولكن في الأحياء المائية هل ممكن استخدام مياه المعالجة؟ نعم، يعني أنا بحكي أنا المحكي عن المنطقة اللي شفتها، طبعاً هذا لأنه هي تنقى up to quality معينة مناسبة. يعني إحنا اللي شفناها في أريزونا مثلاً الأحياء البحرية فيها متعددة ومختلفة من ناحية أسماك، من ناحية اللي خلينا نقول الفروجز الضفادع هنقول، او خلينا نقول اللي هي الكائنات خلينا نقول السنيكس، يعني كل شيء بخطر على بالك من كائنات بحريه موجوده. بس لكن تؤكل هاي الكائنات مسموح لاكلها؟ يعني لا، ما هاي اللي بدي احكيها، هي كائنات لا اصلا يمنع، اصلا في هذه المنطقه يمنع الصيد باي شيء من الاشكال شو ما كان يكون. هي منطقه جلب سياحي، يعني هي منطقه بس فقط انت تيجي استمتع فيها، يعني لا اصلا لا يسمح فيها. يعني مثلا خلينا نعطيك مثال، مثلا في هولندا مثلا كنت فيه انا، كل القنوات المياه فيها مليانه بط، بس يمنع انك تصيد هذا البط، يعني علي كيف، لانه هي يعتبروها هذه منطقه محميه، لا ما لا يمنع الصيد فيها نهائيا. زي عندهم في الاردن محميه مثلا ضانه، محميه مثلا الشومري مثلا، لا يمنع الصيد فيها لان هي عباره منطقه جلب سياحي ومنطقه ريكرييشن للاستمتاع، مش لانه المياه عادمه، مش لانه الاسماك ممكن تحتوي لحومها على مثلا مواد مؤذيه للانسان. انا هيك كان السؤال ممكن. نعم، هو نيجي زي ما حكيت لموضوع انه هل انا عندي الكواليتي، اذا انا بدي استخدم هذه المياه المعالجه لفور فيش بوندينج اللي بنحكي عنها، اللي هو عمليه انتاج اسماك للاستهلاك، لازم تكون النوعيه مضبوطه.
واحنا هذا حكيت عليه في البدايه، انه اي مجال استخدام مضبوط في النوعيه. انا هل انا ضبطت النوعيه بحيث اني اضمن انه هذه المياه لا تحتوي على اي نوع من انواع الكيميكالز او اي انواع اللي ممكن تاثر على صحه هذه الاسماك؟ اذا انا ضمنت هذا الكلام، نعم بستخدمها. وفي كثير من مناطق العالم بيستخدموا مياه المعالجه المنقاه لانتاج الاسماك وبيستهلكوه بدون اي مشاكل، بس في مناطق ثانيه اخرى انا بعرفها مثلا في الهند، بنقول في بنغلاديش مثلا، كثير من المياه المعالجه حتى انتريتد كلها بتروح للانهار وتربي اسماك وتؤكل، بس لكن حالات كثير من الامراض بتتم نتيجه استهلاك هذه المنتجات من الانهار. فعمليه انه الاسماك نعم ممكن ننتجها بس بضبط النوعيه، واذا كان احنا عملناها از ريكريشن طبعا بناء على القوانين انه يمنع في هذه المناطق اللي هي المحميات انه يتم الصيد شو ما كان يكون، سواء كان بحري نهري في الهواء مثلا طيور، يمنع لانه هذا الامر يعتبر محمي من قبل الدوله الموجوده. تمام دكتور، بالنسبه للتوعيه المجتمعيه لو امكن عمل ماده دراسيه تدرس للطلاب في المرحله الاساسيه عن كيفيه المحافظه على مياه الشرب وكيفيه استخدام استخدام مياه العادمه، شو رايك بالموضوع هذا؟ انا معه 100%، وانا خلال عمليه التدريس في الجامعه الاردنيه تقريبا 12 سنه قمت بزياره كثير لبعض المدارس اللي هو موجود عندهم في العاصمه عمان، وكنت اعطي محاضرات للطلاب، وكنت انا مركز كثير اكثر شيء على المرحله نقول الابتدائيه او حتى المرحله البدايه، يعني لانه العلم في الصغر كان نكشف الحدث زي ما بيقولوها، يعني اذا انت بتعلم الاطفال هذول او خلينا نقول التلاميذ بهذه المرحله على الاستخدام السليم، مش بس على نحكي عن المياه، شو ما كان يكون داخل المنزل من ناحيه المخلفات الترشيد في الكهرباء، مظبوط، اي شو ما كان يكون، اذا انت تعلم هذا الشخص، يعني حتى صار انه بعض الربات المنازل اتصلوا فينا يقول والله عمي ابني الان صار يمنعني استعمل كذا في المطبخ، يمنعني استخدم هذا، يعني صار في هناك تفاعل مع هذا الطالب انه صار عنده نظره انه اذا استخدمت هذه الماده في البيت ممكن أن تاثر على نوعيه المي، ممكن تاثر على التنقية، ممكن تاثر بعدها على الاستخدام. فانا عملت كثير هذا الشغلات كلام وكان في له فائده، بس لازم يكون في هناك زي ما بقول متابعه لهذا الموضوع بحيث انه تدخل خلينا نقول لو عمليه خلينا نقول كورس في المدارس وفي الجامعات خلينا نقول له كيف الناس او المجتمع يتعامل داخل المنزل، ما بقصد بس على المي، شو ما كان يكون داخل المنزل، كيف يصير هناك تعامل داخل المنزل مع كثير من المنتجات الموجوده، مياه، مخلفات اورجانيك، مخلفات كيميائيه مثلا، شو ما كان يكون، حتى بالاخير انه يصير في عندنا مجتمع زي ما قلت واعي من ناحيه هذا الموضوع، ويصير في هناك تقبل اكثر لهذا المجال. تمام، شكرا دكتور. ممكن من الكاتيجوريز الموجوده زي ما حكينا، نعم في عندي جراوند ووتر ريتشارج، ممكن استخدم از جراوند ووتر ريبلينشمنت، انه مثلا في عندي انا بعض الاحواض ممكن صار الاستهلاك واستنزاف، وممكن وهذا الاستنزاف ممكن مرات كثير لا يعوض من الامطار الساقطه، وخاصه احنا كميه الامطار حاليا قليله جدا، بحيث انه تعويض الضخ الجائر من الجراوند ووتر لا يعني قليل جدا، فممكن نعم نستخدم مياه المعالجه ضمن كواليتي مناسبه لتعويض هذا الكلام. ممكن نستخدمها as salt water intrusion control، ممكن نستخدمها بالاندستري as cooling system water، لانه في كثير من المصانع، هذه المصانع طبعا نتيجة تشغيل بعض المعدات فيها بصير سخونة لهذه المعدات، ولازم يكون لها تبريد من فترة لفترة، فممكن نستخدم هذه المياه بتبريد هذه الأجهزة. ممكن نستخدمها as boiler feed water، مثلا المياه هذه نغذي فيها البويلرز اللي هي حقول التدفئة، بدل ما تكون المياه اللي فيها باستخدامها مياه نفرش ووتر، ممكن تكون مياه معالجة مضبوطة الكواليتي. ممكن نستخدم as toilet flushing، يعني كثير يعني وجدنا انه للشرب ممكن المياه المعالج مياه بشكل عام، مصادر المياه نسبة بسيطة بتروح للشرب،
اكثريه المياه في المنزل بتروح للغسيل وللتواليت فلاشنج اكثر من نسبه المياه. فاذا احنا مثلا لو جينا على موضوع التواليت الفلاشنج في المياه هذه، احنا قدرنا نوفر خلينا نقول جزء من المياه المعالجه بس فقط موجه للتواليت. يعني يصير في عندي في المصانع خلينا نقول النظامين، نظام يحمل مياه نقيه خلينا نقول مياه فريش ووتر، ونظام يحمل مياه خلينا نقول معالجه منقاه ضمن كواليتي مناسبه، نوجه هذه الجزء الى تواليت فلاشينج او لاستخدامات اخرى موجوده. في الحاله هذه احنا كثير بنوفر من المياه فريش ووتر بدل ما تروح للتواليت فلاشينج. لاندري للغسيل مثلا، كونستراكشن ووش داون ووتر، اير كونديشنينج، كلها هذه ممكن احنا نوجه المياه المعالجه لها ونوفر استخدام الفريش ووتر. في الريزيدنشال يوز حقنا في المنازل اللي ما حكينا نفس الشيء زي الكليننج، اللاندري، التواليت، اير كونديشنينج، اذا قدرنا احنا ننتج مياه ضمن كواليتي مناسبه ممكن نوجه هذه المياه باستخدام نظامين، نظام يحمل فريش ووتر ونظام يحمل مياه معالجه. انا تطرقت انه كان هذا الكلام موجود في العراق قديما، هي العراق كانت دوله متقدمه قديما في هذا المجال، وبعرف انه كثير من المدن في العراق كان هناك نظامين من المياه، خطوط المياه تيجي للبيت، نظام يحمل فريش ووتر ونظام يحمل خلينا نقول مياه ولو ووتر كواليتي، سواء كانت مياه معالجه او مياه اخرى، وكان كل خط يتجه لاستخدام معين حسب الكواليتي الموجوده. فتخيل افرض انا متاكد 100% مثلا انه بس فقط في عمليه التواليت فلاشينج لو قدرنا احنا نركز على انه التواليت فلاشينج يكون كله من المياه المعالجه المنقاه، راح تكون في عندك توفير هائل من المياه الفريش ووتر في المنزل او في المصنع. ممكن نستخدم مياه المعالجه از بوتبل ريوز زي ما حكيت عنها، انه ممكن احنا نستخدمها مرات از بلندنج وذ منسيبل ووتر سبلاي اور بايب تو بايب سبلاي بوتبل، يعني ممكن نستخدمه للشرب. وكثير من بلدان متقدمه مثلا خلينا نقول في امريكا، في اوروبا، او في خلينا نقول مناطق زي مثلا سنغافوره، زي ما حكيت كثير من هذه المياه تنقى لدرجه انها يعاد استخدامها في الشرب. احنا مثلا زي ما حكيت في المحطات اللي زرناها في مثلا في امريكا خلال زياراتنا خلال الابحاث اللي عملناها، وكان بعض المهندسين في المحطات في البدايه يورجونا كيف المياه الداخله، وفي نهايه المحطه كان في هناك حنفيه يصب منها في كاس ويشرب مباشره، حتى يبين انه كفاءه هذه المحطات لتنقيه المياه اب تو بوتابل ريوز. كان نحكي عنه ممكن، نعم ممكن هذا الكلام، بس زي ما قلت كل شيء له تكلفه وكل شيء له نظرة لهذا الموضوع. إذن an important determinant of the potential application and treatment requirement for water use is the quality، وهذا اللي حكينا عنه في البداية، هي اللي بيحدد استخدام هذه المياه في مجالات متعددة هي الكواليتي. إذا أنا قدرت أضمن الكواليتي تكون مناسبة لاستعمال معين، إذا معناته أنا نجحت في هذا الكلام، أنا ونقيت المياه لدرجة للإندستري، إذا معناته راح أنجح في استخدام هذه المياه في الإندستري. إذا أنا الكواليتي نجحت إنه نقل المياه معالجة كواليتي بستخدم للزراعة، إذا أنا نجحت في هذا المجال. إذا اللي بيحدد عندي النجاح والاستخدام الآمن للمياه المعالجة هي الكواليتي اللي طالعة من محطات التنقية وللإفلوانت اللي طالع منها. إذن as the quality of treated wastewater approaches that of unpolluted natural water، إذن كل ما احنا وصلنا لكواليتي بتاعت المياه المعالجة لدرجة تكون قريبة من الـ unpolluted water، هذا الأمر راح يعطي عندي فائدة للمياه المعالجة اللي هي reclamation، وراح يكون استخدامها is become more evident، يعني متقبل. فإذا اللي بضمن هذا الكلام كله اللي هي الكواليتي اللي طالعة من محطات التنقية. Then the levels of treatment and the resultant water quality induce the water with economic value and water resource. وهذا اللي احنا بدنا نوصل إله، إنه المياه المعالجة يصير الآن نظرة إلها، إنها نظرة إنه يكون إلها economic value، إلها قيمة اقتصادية، وكمان يكون إلها نظرة إنها تعتبر as water resource اللي هو مصدر ماء. مصدر الماء والeconomic value، إذا احنا نجحنا نعطي المياه المعالجة هذا الأمر، في الحالة هذه بنكون إحنا نجحنا في موضوع إعادة استخدام المياه المعالجة.
اللي حتى نوصل لهذه الدرجه من ايكونوميك فاليو والووتر ريسورس اللي في كثير عندي من التكنولوجي موجوده وهي التكنولوجي ادفانسد بحيث انه صارت المياه معالجه بكواليتي كان ميت اور اكسيد ذا كونفيدنشال درينكينج ووتر، يعني وصلت خلينا نقول الى نوعيه مقاربه او حتى مرات اعلى من الدرينكينج ووتر الموجوده في اي منطقه، وهذا الامر يعزى الى التطور المتقدم الان حاليا من في ناحيه التنقيه المياه المعالجه زي مثلا كاربون ادسوربشن ادفانس اوكسيديشن ميمبرين تكنولوجي، وخاصه الميمبرين تكنولوجي الان كثير هذا التكنولوجي يعزى اليها في تنقيه المياه المعالجه وتكون المياه ذات نوعيه تقريبا مقاربه او حتى احسن من الدرينكينج ووتر الموجوده الان حاليا. اذا technically proven water reclamation or water purification process exists to provide water of almost any quality. إذن هذا هو الشيء المهم. أنا عندي محطة تنقية ممكن أنا أتحكم بهذه المحطة وألحق هذه المحطة بتكنولوجيا مناسبة بحيث تنتج عندي مياه معالجة ضمن كواليتي مناسبة. مثلا أنا أفرض زي ما حكينا لو في منطقة معينة كان التوجه لاستخدام هذه المياه المعالجة في الصناعة، إذن لازم المحطة التنقية تكون الديزاين تبعها وملحقة بتكنولوجي مناسبة بحيث أنها تكون المياه سيف وسليمة في استخدامها في الصناعة، بحيث ما تعملش عندي مثلا إذا خلينا نقول على سبيل المثال كوروجن للبايبس تكون موجودة فيها، أو تعمل عندي مشاكل في بعض الأجزاء المصنع، إذن بقدر أتحكم عليها من ناحية الكواليتي هذه. إذا أنا مثلا هذه المحطة أسست بدي أسسها لاستخدام الزراعة، إذا لازم تكون هذه المحطة ديزاين تبعها مناسب تعطيني كواليتي للزراعة الموجودة، حتى كمان للزراعات مختلفة، مثلا ممكن يكون متوجه لزراعة الأشجار أو لزراعة الخضروات أو لزراعة الأعلاف. مثلا الأعلاف ما في داعي أن يكون في عندي تكنولوجيا متقدمة كبيرة جدا وأخسر أموال هائلة في تصميم محطة تعطيني مياه أبطو drinking water، روح بالأخير أستخدم هذه المياه لري الأعلاف، لأنه الأعلاف معروف أنه ممكن أنا up to secondary level يكفي لزراعة هذه الأعلاف غير أي مشاكل موجود يعني. فإذا هذا الكلام بيحدد عندي اللي هو الاستخدام، وين أنا بدي أستخدم هذه المياه. إذا أنا بدي أستخدمها في مجال زراعة مثلا يكفيني up to level معين، إذا بدي أستخدمها في مجال ground water recharge لازم يكون في عندي level أعلى ومتقدم، إذا بدي استخدم لها البوتبل لازم يكون في عندي أعلى متقدم وأكثر تقدما. فإذا اللي بيحدد لي درجة التنقية هو الاستعمال، عشان هيك لازم من البداية يكون نظرة إنه هاي المحطات اللي أنا بدي أسسها لإيش تستخدم، حتى أنا أقدر أعمل ديزاين للمحطة تعطيني نوعية مناسبة جدا للاستخدام. Type of technologies مثلا with advancement in water reclamation technology it is technically possible to produce any water quality، زي ما حكينا ممكن اذا ممكن انا الان اتحكم وانتج اي نوعيه مياه بدي اياها بناء على هذا. سبب في ذلك اللي هو التكنولوجي الادفانسمنت ان تكنولوجي. اذا والسؤال ذلك up to what level حتى انا بدي اعمل تنقيه، مين بحدد لي هذا الكلام؟ اللي هو الريوز ابلكيشن. اذا انا بستخدمه للزراعه اذا يكفيني up to لزراعة مثل الأعلاف، إذا يكفينا up to secondary، إذا المياه إذا هذه تزرعة الأشجار أو الخضروات المطبوخة أو كذا، إذا بدي لازم يكون في عندي مرحلة بعد المرحلة السكندري حتى أنا أضمن سلامة هذا المنتج في إنتاج هذه المحاصيل. إذا بدي أستخدمها في مجال آخر لازم يكون نفس الشيء نوعية لها. فإذا اللي بحدد نوعية أو مد إلى أي مدى أوصل في تنقية المياه المعالجة هو الاستخدام منها، لإيش أنا بستخدم. عشان هيك ما فيش يعني مش لازم يكون انه والله هاي المحطه بدي انا محطه تنقيه تكون متجهه نحو الصناعه والزراعه وكذا كذا. بالحاله هذه بصير في عندي زي ما قلت تداخلات كبير جدا وتكلفه التنقيه بصير اعلى في هذا المجال. عشان هيك نحدد احنا لايش الاستخدام راح يكون لهذه المحطات الموجوده. The reclaimed water quality requirement depend on not only on the relevant regulation and guidelines but also on specific application for which reclaimed water is used. صحيح انه زي ما حكيت في معظم البلدان في عندي هناك regulations and standards موجوده، هذه وضعت regulation standard حتى تمنع
اي اثر سلبي للمياه المعالجه. يعني مرات بتكون هذه الستاندرز والجايد لاينز مثلا فيري ستريكت، زي ما حكيت مثلا الاي بي اي فيري ستريكت، انه مرات حتى في بعض الستاندرد انه حتى يضمن انه بقول لك لازم يكون في عندنا زيرو ايكولاي حتى اقدر استخدم المياه المعالجه، زيرو ايكولاي يعني. فاذا معناته انه الجايد لاينز هذه مزبوط انها وضعت حتى تنتج مياه معالجه تكون خاليه من اي مشاكل، بس لكن لازم النظر اخر انه مزبوط هذه شيء مهم، بس لكن كمان نظر لايش انا بستخدم المياه المعالجه. اذا انا الملوحه موجوده في المياه وعندي محاصيل تتحمل خلينا نقول 1000 او 1500 ميلي جرام بير لتر، اذا فيش داعي اني انا استخدم او اعمل ديزاين لمحطه انه تشيل عندي الملوحه توصل للصفر، ما فيش داعي، لانه انا المحاصيل المزروعه بتتحمل وهذا بقلل عندي تكلفه التنقيه. فاذا زي ما حكيت لازم النظر الى الجايد لاينز والستاندرد مزبوط، بس لكن كمان النظر لايش انا بستخدم هذه المياه حتى انا احدد درجه التنقيه الموجوده عندي. من التكنولوجيا الموجوده، واعتقد انه الدكتوره مهد تطورت دخلت معكم في مواضيع كثير جدا في هذا، في عندي ديبث اند سيرفيس فلترز، فلترز هذه مهمه، ميمبرين فلتريشن زي ما حكيت عنها، التطور الان في الميمبرين فلتريشن جعل انه نقدر ننتج مياه معالجه ضمن درجات مختلفه من النوعيه، كاربو ابسوربشن ريفرس اوسموسيس هذه كثير عندي احنا، عندنا الان حاليا في الاردن شح المياه الموجود، وعندنا في منطقه في الاغوار في جنوب الاغوار بيزرعوا فيها بشكل عام اللي هو الموز، والموز من المحاصيل اللي هي متأثرة في الملوحة ومن المحاصيل اللي تحتاج المياه بشكل كبير جدا، فاعتمدوا بعض المزارعين في المنطقة هذيك على استخدام مياه جوفية، بس لكن هذه المياه كانت مالحة جدا، وكثير من المزارعين كان عنده المقدرة انه يستخدم الار او بنسميه ريفرس موزز، وصار فيه له هاي المياه الجوفية تم عملية تحليتها لحد ما وخلطها مع مياه الري بحيث انه استخدامها في الزراعة. Disinfection وهذا مهم جدا with ultraviolet radiation or مرات with chlorination حسب اللي عملية اللي هي Disinfection اللي هي التعقيم، لانه اذا انا كان توجهي لاستخدام هذه المياه المعالجة في انتاج محاصيل تؤكل نية بشكل خلينا نقول اساسي مثلا، لازم هذه المياه تتعرض في مرحلة نهائية في محطة التنقية إلى شيء نسميه عليه التعقيم، ونحن ننصح بالتعقيم UV أكثر في الزراعة، ورح نحكي عن سبب ذلك ليش. فإذا في هناك إذا هاي زي ما نقول طرق تنق تكنولوجي موجودة، هذه الطرق بتحدد عندي عفوا درجة تنقية المياه المعالجة. زي ما حكينا ذي الميبرين the most significant development، وعشان هيك دائما كثير من محطات التنقية في هناك ترينز أور مجا أو خلينا نقول خطوط تحتوي على هالمبرين بحيث تنتج عندي مياه with several grades، يعني صار حتى المياه إلها grades معينة، وهذا الجريد بحدد عندي ليش وين أنا أستخدم هذه المياه المعالجة. طبعا التطور الموجود في عملية خلينا نقول التكنولوجي في عملية إنتاج الممبرين أو أني خلينا نقول تكنولوجي لتنقية المياه المعالجة، أدى هذا الأمر إلى أول شيء تقليل من تكلفة هذه التكنولوجيا، لأنه ما دام صار في عندي تطور صار في عندي إنتاج أكثر إذا قلت التكلفة، وبالإضافة لذلك إنه في صار في عندي تنافس بين خلينا نقول الشركات اللي بتنتج هذا الشيء، ما دام صار في عندي تنافس إذا معناته راح يصير في عندي تقليل بالأسعار الموجودة، وهذا شيء كويس بحيث إنه صار يشجع المزارعين على استخدام هذه التكنولوجيا، او خلينا نقول بلاش نقول مزارعين، تشجيع للناس المعنيين في مجال استخدام المياه المعالجه في استخدام هذه التكنولوجيا اللي قلت التكلفه نتيجه التطور والمنافسه في انتاج هذه التكنولوجيا. حكيت عن الكلورينيشن زي ما حكيت انا، هذا شيء حتى نقدر احنا طبعا مربوط دائما هذا في موضوع الهيلث. الكلورينيشن نعم نستخدمه كتكنولوجي للقضاء على اي نوع من انواع هنقول البيولوجيكال كونتامينيشن اذا كان موجود عند المياه المعالجه، وكان مخصص المياه هذه تستخدم في مجالات معدده مثل منها الزراعه، بس زي ما حكيت احنا الان حاليا لا ننصح كزراعه نحكي عنه عمليه استخدام الكلورينيشن، لانه وجدنا انه كثير من المرات اللي في فيها كلورينيشن للمياه المعالجه بضل في هناك اثر متبقي للكلور،
ووجدنا انه هذا الاثر المتبقي له اثر سلبي على المحاصيل، بعض المحاصيل وعلى التربه في الحاله هذه. فعشان هيك احنا دائما ننصح بالزراعه باستخدام اليو في او بسميه الالترا فايولت ديس انفكشن بدل الكلورينيشن، لانه هذا اليو في ما فيش له اثر متبقي، وهذا بيكون سليم على انتاج المحاصيل من غير اي اثر سلبي عليها. اذا as a result of the development and improvement in treatment technology, many of the economic and environmental barriers to water reuse have been reduced. يعني مثلا مرات اني اعرف انه في هناك عندي انا حواجز استخدام هذه المياه المعالجه، مثلا المياه هذه تحتوي على ملوحه، تحتوي على بيولوجيكال كونتامينينت، تحتوي على هيفي ميتالز، اذا هذا يعتبره كبارير او حاجز لاستخدام هذه المياه. التطور الان الموجود اللي قدرنا نحن نوصل له ممكن يقدر يتخلص كثير من هذه الباريرز، وصار في هناك مجال واسع لاستخدام هذه المياه المعالجه بطريقه سليمه وطريقه سيف للانفايرومنت او للانتاج المحاصيل. اذا many of these opportunities are associated with membrane treatment or UV disinfection. هذول اللي حكينا اكثر شيء كان لهم يعزى لهم الاثر كبير جدا في عمليه تحسين من خواص المياه المعالجه. اذا الهيلث اند انفايرمنتال كونسيرن اسوسييتد وذ ذا يوز اوف تريتد ويست ووتر اف وان كان بي ميتيجيتد سيجنيفيكانتلي. اذا ممكن احنا نقدر نقول نخفف من اثر الهيلث او الاثر البيئي السلبي نتيجة استخدام المياه المعالجة، نتيجة التطور في التكنولوجي. وهذا الأمر أدى إلى شيء نسميه احنا improving in acceptability اللي هو public acceptance، إنه ساعدنا كثير جدا في تقبل خنقول المستهلك أو تقبل اليوزرز، خنقول بشكل عام تقبل اليوزرز للمياه المعالجة. احنا خلال مثلا شغلنا في المشاريع، خاصة المشروع الأخير اللي اشتغلناه في الغور، كان أثر كبير جدا إنه لما عملنا awareness program للمزارعين، وكان أكثرية المزارعين دائما يتساءلوا على نوعية هذه المياه، هل النوعية راح تكون نوعية مناسبة، وكيف نضمن إنه هذه النوعية تستمر. فكان من خلال المشروع إنه سوف يتم مراقبة هذه نوعية المياه من قبل مؤسسات الدولة ومن قبل المزارع نفسه، يعني راح يكون في هناك عندي سنتر موجود، هذا السنتر يتكون موظفينه من الدولة ومن المزارع أو من الجمعيات اللي معنية في مساعدة المزارع الموجود في منطقة الـ NGOs. ففي الحالة هذه كان في هناك تقبل أكثر منهم، لما صار في هناك إنه راح يكون دائما نوعية المياه تكون شفافة للمزارع، والمزارع مطلع عليها باستمرار حتى يعرف نوعية المي الواصل له. عشان هيك كان من ضمن الإرشادات إنه يتم توزيع نوعية المياه المضخة التي سوف يتم ضخها للمزارع، الكواليتي تبعته توزع نشرة أسبوعية للمزارع تبين نوعية المياه الواصل له، بحيث إنه يضمن المزارع إنه المياه راح يستخدم راح تكون ضمن مواصفات ومقاييس محددة مناسبة للزراعة الموجودة في المنطقة. Removal of total dissolved solid provide another level of quality، وهذه شيء مهم جدا في الزراعة. إذا إحنا بدنا نستخدم أنظمة ري، وراح نحكي الآن إحنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة على أنظمة الري الموجودة، وهي الأنظمة الري إذا كانت المياه تخرج من نقاطات أو من نزلز خنقول صغيرة جدا، فإذا ظلت الـ TSS أو خنقول total dissolved solid أو عفواً هيد هنا total suspended solid أو dissolved solid الموجودة ممكن تعمل على تسكير هذه النقاطات. فعشان هيك لازم إحنا نكون في شيء إحنا نسميه filter system موجود حتى نقدر نتخلص من هذه solids، بحيث إنه نضمن إنه نظام الري يكون نظام فعال جداً. هذا بالنسبة للموضوع الأولاني اللي هم نحكي عن الابليكيشن، ووجدنا إنه محاضرة هذه هذا الشيء المهم جدا نستوعب منه، انه اللي بيحدد عندي اني ابلكيشن للمياه المعالجه سواء كانت زراعه صناعه جراوند ووتر ريتشارج ريكريشن، اللي بيحددها هو النوعيه.
والنوعية مهم جدا ويجب أن يكون، والنوعية بضمن لي أهمين اللي هو التكنولوجي في التريتمنت اللي هي في المحطات، وتطور في التكنولوجي اللي بحيث أنه يعطيني مياه معالجة ضمن جريدز مختلفة بحيث أنه تسمح استخدامها في مجالات مختلفة. إذا في حد عنده استفسار أو أي سؤال لحد يعطيك العافية. دكتور في عندنا استفسارين، إذا في بعد إذنك وثيقة بخصوص ستاندرد الأردني للمياه الزراعية، هل موجود عندك ستاندرد أو موجود؟ موجودة إن شاء الله بعد المحاضرة ببعث لك إياها بحيث إنك تبعتها للمشاركين عندي. نعم موجود. في عندنا كمان استفسار مهندس محمود بيحكي لي هناك وثائق أو مصدر لأضرار حقن الكلور بماء الصرف المعالج المخصص للمزروعات. يعني نعم مزبوط، هو إحنا الآن الحقن الكلور بتم ضمن حسابات، هذه الحسابات تأخذ بعين الاعتبار أول شيء لأي استخدام سوف يتم هذه المياه فيها، ونوعية المياه المعالج، يعني مياه المياه المعالج بتحدد عندي هذا الدوس، حتى انه مثلا اذا مياه معالجه تحتوي على كميات قليله جدا من الايكولاي او كذا، خلينا نقول مثلا ما في داعي نعمل دوز كبير، اذا كانت تحتوي على نسبه كبيره جدا بتصير الدوز يختلف، لانه لازم الدوز يكون مناسب بحيث يقضي على هذه الملوثات. بس كمان لازم يكون انه هذا نعم. هل ممكن نحصل مصدر او وثيقه بحكي عن الموضوع؟ هي انا مش توفر بين ايدي، بس لكن هذا موجود في الوزاره اللي عندنا موجود هنا، وانا اذا قدرت أبحث ولقيت هذا الكلام ببعث لك إياه على السريع تزوده للإنسان المهتم فيها. فبس لكن الدوز له حسبة، إنه نحسب إنه كيف نحسب الدوز المناسب بحيث يقضي وما يكونش له أثر متبقي يأثر على الاستخدام. نعم. ممكن أنواع من السمك يتم تجفيفها وفرمها وتستخدم كعلاف، يعني نكون عملنا يعني بما معناه إنه استخدمنا المياه العادمة لعمل أحواض سمكية، هاي الأسماك ما بنستخدمها مباشرة أو ما بنأكلها مباشرة، بنعملها أعلاف للطيور، هل هذا الإشي ممكن؟ ممكن، بس بس هنا شغلة واحدة تضمنها، إنه أنت بعد ما تجفف هذه الأسماك وطحنها يتم فحص هذا الكلام، على أساس لأنه مرات في بتكون المياه المعالج تحتوي على هيفي ميتلز بشكل كبير جدا، بحيث إنه ظل هذا الأثر موجود مع الفيد. يعني مثلا انا بعرف في اذا في بعض الناس بفهم تطرقوا لهذا الامور اللي هو الدكويد، اسمعوا كلمه الدكويد اللي هو هذا نبات بعيش على في البرك، وهو زي حبه العدس لونه خضراء، وهذا الان في خاصه ببنغلاديش، انا كثير اشتغلت مع ناس اجانب في موضوع في بنغلاديش على موضوع انه هذا الدكويد تستخدم كاعلاف للحيوانات، لان نسبه البروتين فيها عاليه جدا، بتوصل فوق ال 21 او 22% من البروتين، هي كأعلاف. بس كان المهم جدا انه احنا لما نزرع هذه الدكويت في هذه البرك واستخدام المياه المعالجة، طبعا لازم نضمن انه هذه المياه المعالجة يكون مصدرها جاي من دوماستيك بشكل عام، واذا كان مصدرها من مصانع نتأكد انه هذه المياه خالية تقريبا من نسب عالية جدا من الهيفي ميتلز، لانه هذه الهيفي ميتلز اذا كانت موجودة او تم امتصاصها من قبل هذه النباتات او خلينا نقول الاسماك تحكي عنها، ممكن تظل إلها أثر حتى لو بعد التجفيف. فعشان هيك إذا أنت بدك تطعميها ثاني مرة لما بعد، ممكن هذا الترود ينتقل ثاني مرة لهذه الطيور، وهذه الطيور تنقل شغلات تانية وهكذا، كيف؟ فإذا نعم ممكن تستخدمها، بس تضمن إنه ما يكون في عندي بعض العناصر اللي ممكن تظلها إلى أثر في هذا الفيد الموجود. تمام شكرا دكتور. هاي كانت المداخلات، اي حد عنده مداخله يا ريت تكتبها على الشات او يعمل ريز هاند. ممكن حاليا لان خلصنا من هذا الموديول، هي حاليا بتقدروا تعملوا ان ميوت اذا حدا مش عارف يعمل ريز هاند يعني معنا، نعمل ان ميوت حاليا. اذا ما في ممكن نروح على الموديول اللي بعده، او دكتور اذا بتحب تاخذ بريك برضو يعني الموضوع. والله انا رهن المشاركين هم بقرروا بدون بريك او لا، فشو اذا بقرروا بناخذ بريك، ما قرروش نستمر زي ما بده. تمام. اذا في حدا مضطر مثلا ياخذ بريك مدته مثلا 10 دقائق، تمام دكتور بيحكم كمل بعد اذنك، ما ماشي. يعني ما في داعي يمكن داعي لبريك. تمام شكرا.
وين الإعلان نحكي عن إطلاق المي؟ عفوا احنا الان راح تكون محاضرتنا عن موضوع اللي هو efficient irrigation system adapted to dry climate and treated wastewater. يعني راح نحكي الان اللي هو ندخل احنا الان في مجال خلينا نقول الزراعي بشكل متوسع اكثر ونعرف كيف نقدر احنا نختار او نحدد افضل نظام ري موجود more efficient irrigation system وهذا النظام يكون متقبل لمناطق اللي هي دراي كلايمت زي ما بنحكي عن المناطق الجافه او شبه جافه لانه مناطق هذه مياه الامطار لا تكفي لحاجه المحاصيل اذا معناته لازم نعتمد على الري لتغطيه الناقص من احتياجات المحاصيل لهذه المياه وكمان يكون متقبل هذا النظام اذا احنا استخدمنا المياه المعالجه از ووتر ريسورس انه هل بنقدر نستخدم هذا النظام وفي مجال استخدام المياه المعالجة وأفضل نظام ممكن إحنا نتطرق له عشان هيك رح نبلش إحنا محاضرة هذه حاليا نشوف الإريجيشن بشكل عام شو معنى الإريجيشن بشكل سريع اللي هو عملية اللي هو بسمي إحنا Artificial Application اللي هو عملية إضافة الماء بطريق خلينا نقول عن طريق الإنسان ليس Natural Natural هو the Rainfall هو Artificial هو إضافته عن طريق الإنسان وهدف من إضافة هذه المياه خلينا نقول is to increase crop yield حتى نقدر إحنا نزيد إنتاج المحصول لأنه زي ما حكيت كثير من المناطق الجافة هذه الأمطار المتساقطة لا تكفي لحاجة المحصول بحيث إنه يصير في إنتاج عالي ومناسب حتى نقدر نحصل على هذا الإنتاج لازم نغطي النقص بعملية بسميها إحنا عملية الري أو الإريجيشن وهذه عشان هيك نعتبر هذا الإريجيشن is necessary in arid areas arid areas or during period of inadequate rainfall يعني مرات مثلا حتى في بعض المناطق اللي بتنزل في فيها امطار او مناطق فيها امطار مناسبه مثلا مرات احنا نلجا للري اذا كانت كميه المياه المطر النازل لا يكفي لحاجه المحصول المزروع مرات بيكون غير كافي عشان هيك بنلجا لعمليه الري الري يتم ضمن طرق مختلفه والطرق اللي احنا متعارف عليها عالميا بشكل عام هي نطرق الري السطحي بنسميها سيرفس ريجيشن فينا عفوا فينا ري بالرشاشات وسبرينكلر ريجيشن عندي ري بنسميه احنا دريب ريجيشن هو ري بالتنقيط او تريكل ريجيشن وفي عندي الري الاخير هو سب سيرفس دريب ريجيشن سيستم اذا هذه انظمه مختلفه موجوده وهي الانظمه تستخدم لعمليه الري للمحاصيل فاحنا الان نشوف هذه الطرق صفات كل واحدة فيها تقريبا ونحدد أنه أفضل نظام ممكن نستخدمه بناء على الظروف الموجودة عندي في المنطقة ظروف دراي لاند وظروف استخدام المياه المعالجة حتى نقول إحنا أنه المياه أو خلينا نقول water resource سواء كان مصادر طبيعية أو مياه عادمة أو مياه بريكش ووتر شو ما كان هذا المصدر كيف نضمن ان يكون استخدامه as sustainable وهو انه يكون هذا الاستخدام امن حاليا وامن مستقبلا يعني امنا للجيل اللي احنا عايشين فيه الان والاجيال القادمه كيف ممكن احنا ننظر لهذا الامر اول شيء good operation of any irrigation system يعني سواء اي نظام ري سواء كان يكون هذا النظام الري ال good operation تبعه يضمن إنه نكون هذا النظام matching the irrigation duration with the rate of application and intake rate of the soil. إذا معناته أنا نظام الري بدي أستخدمه لازم هذا النظام يكون يعطيني مياه ري في فترات مناسبة هذه الفترات مناسبة وكميات مناسبة بحيث تكون تغطي حاجة النبات وتكون مناسبة لعملية حفظ التربة لهذا المي بشكل كبير جدا لأنه أنا المهم هون أنه أنا التربة بدي أنظر إلها as a storage إنه هي عبارة عن خزان
هذا الخزان انه انا بدي اضيف المي في هذا الخزان ويتم استخدام هذه المياه من قبل النباتات الموجوده من الروت سيستم الموجود اللي هو من الجذور، وهذه المياه تؤخذ من الروت سيستم لحاجه النبات. فاذا لازم يكون كميه قدرات الري وكميه الري اللي راح يعطيني هذا النظام الها مناسبه انه تكون كل المياه مخزنه في التربه وضمن الروت سيستم الموجود عندي، وهو ضمن اللي هو هنقول اللي هو الجذور، منطقه الجذور. لانه اذا كانت كميه النظام الري لم يغطي هذا الكلام ولم يأخذ بعين الاعتبار ان التربه راح تكون مغطاه لمنطقه الروت زون، إذا معناته راح يتعرض النبات الى ستريس وجفاف. واذا كانت المياه زياده عن هذا الكلام معناته راح يكون في عندي جزء من الماء راح يكون خساره، وراح يصير له عمليه بنسميها احنا ديب بيركوليشن اللي هو ان نزول ماء تحت منطقه الروت سيستم، معناته هذا ماء بنعتبره ماء دبال خساره في المياه، لانه انا بس فقط بدي اضيف الماء في منطقه انه النبات يقدر ياخذ هذه المي. فاذا حتى انا حافظ على هذا المصدر الموجود عندي وحافظ عليه حاليا وللاجيال القادمه، لازم يكون كميه المياه المضافه وفترات المياه المضافه مناسبه ان تكون كل المياه مخزنه في التربه لحاجه النبات في منطقه الروتزو. عشان هيك لازم كل انسان او خلينا نقول كل مزارع consider that it's not only your crop field which need to be irrigated water. يعني انه ما يكون في هناك انانيه في استخدام المياه، انه انا اروي مزرعتي والباقي ما يرويش مش مشكله عندي. هذا الكلام النظره هذه لازم تتغير، انه انا مزارع وفي كثير مزارعين موجودين حوالي، لذا لازم زي ما انا مزرعتي تروى لازم المزارع الاخرى كمان تروى بنفس الشيء. فعشان هيك لازم يصير في نظره للمزارع انه في يحافظ على هذه المياه حتى يتم استخدام في مزرعته ومن مزارع اخرى موجوده في المنطقه اللي فيها المزارع. Most of the problems with water extraction relate to the proportion of total available water that it's used. زي ما حكينا احنا في البدايه انه عمليه السبلاي والديماند، انه المشكله انه الان ديماند اعلى من السبلاي بشكل كبير جدا. يعني مثلا على سبيل المثال الصوره الموجوده عندكم بالاسفل هي تمثل الارال سي موجود، تلاحظ انه في اقصى الشمال كانت الوضع المياه في هذه المنطقه بشكل كبير مع تقدم الزمن، خلينا نقول هذا سنه 1989 هون سنه 2003 هون سنه 2011، بتلاحظ كم صار في عندي جفاف لهذه خلينا نقول المنطقه اللي هي كانت تعتبر مصدر ماء لزراعه بعض المحاصيل. تخيل صار في عندي جفاف بشكل كبير جدا، وهذا سبب في ذلك انه لم يتم النظر لهذا الووتر ريسورس اس نظره بنسميها سستينبل، انه كان نظره انه انا استخدم مياه شو ما كان يكون شو ما كان يكون كميه بغض النظر على اساس اني ازرع، وكان هذا الامر ادى الى تدهور في هذه المنطقه. فاذا لازم احنا يكون في عندنا نظره انه نحافظ على هذا المصدر بقدر الامكان انه دائما يكون موجود للاستخدام حاليا واستخدامه مستقبلا. اذا الهيلث اسبيكت اوف ريجيتد وذ ويست ووتر، الان احنا لو فرضنا انه نستخدم المياه المعالجه في الري، معناته لازم يكون في عندي اول شيء بروبر تريتمنت، ويكون في عندي الهاوس هولد اند اندستري شود بي ميد اوير اوف ذا برودكت، انه زي ما حكينا نكون توعي في المنازل في المصانع نشوف شو في عندي انا كيميكلز موجوده، لانه هذه الكيميكلز اذا كانت موجوده راح تاثر على نوعيه المياه الموجوده. الهارفست كروب اند وركرز شود نوت كم ان دايركت كونتاكت وذ ساتش اريجيشن ووتر، لازم يكون المحصول او العمال اذا احنا استخدمنا مياه معالجه لا يكون عمليه خلينا نقول الكونتاكت او الاتصال المباشر ما بينهم وبين هذه المي تقريبا الى حد ما معدوم. واذا if these rules are considered، اذا كان عندنا البروبر تريتمنت والهاوسهولد اندستري شود اوير اوف ذا برودكت والهارفست كروب والوركر نوت كم ان دايركت كونتاكت، هذه الرولز كلها في الحاله هذه الويست ووتر از ا فيري افكتيف واي تو ريسايكل النيوتريال، معناته المياه المعالجه
راح تكون مياه مناسبه لتغطيه احتياجات المحاصيل المائيه وتغطيه احتياجات المحاصيل حتى الغذائيه، نيوتن نحكي عنها في الحاله. اذا لازم قبل استخدامها بالزراعه او بالإريجيشن يكون في عندنا هذا المفهوم حتى نقدر احنا نقدر نقول انه استخدام المياه المعالجه كان سيف في هذا المجال. الأنظمة الري نمشي فيهم واحد واحد ونشرح بشكل سريع على هاي الأنظمة. أول شيء السيرفس إريجيشن سيستم اللي هو ري السطحي موجود عندي. هذا النظام وايدلي يوزد اند ويل نون، هو أقدم نظام أصلا موجود في العالم ومستخدم بشكل كبير جدا. يعني مثلا بالهند تقريبا 90% من الأراضي في الهند يستخدم من نظام الري السطحي. في أمريكا اللي هي متقدمة تكنولوجيا تقريبا حوالي 50-60% من الأراضي الزراعية تستخدم نظام الري السطحي نحكي عنه. هذا النظام استخدامه بشكل كبير جدا بشغل مستمر. السبب في ذلك انه كان بي اوبريتد وذاوت هاي تك ابلكيشن بات ات از ليبر انتنسيف. يعني هذا النظام ما فيش داعي يكون في عندي تكنولوجي متقدمه حتى اقدر استخدمه يعني. وهذا الامر شيء مهم جدا خاصه في المناطق اللي هي اللي بيكون فيها المزارع تقريبا مزارع بسيط ومش متوفر بين ايدي التكنولوجيا المتقدمه بحيث انه يقدر يعمل عمليه ري للمزارع الموجوده. فاذا هذا اللوتك تكنولوجي، بس المشكله فيها انها هاي ليبر انتنسيف، انه في بحاجه الى قوه عماليه كبيره حتى يتم عمليه ري الاراضي الزراعيه بنظام الري سيرفس ريجيشن. عشان هيك قلت أنا في الهند تقريباً 90% راضي بالسيرفس لأنه العمالة هناك متوفرة ورخيصة. أما لو جيت على مناطق مثلاً نقول في أوروبا مثلاً بتلاحظ أنه نظام الري السطحي فيها شوي متراجع، لسبب في ذلك أنه أحد أسباب هذا الكلام نحكي عنه ليس السبب الوحيد بس أحد الأسباب المهمة أنه الليبر موجود هنا قليل ومكلف. أنا هنا حتى في الأردن الآن حالياً أنا من خلال زيارة المزارعين وصل الآن تقريبا المزارع تكلفة المزارع اليومية تقريبا بحدود 25 دينار يوميا. تخيل أنت المزرعة بدك تكون في عندك 10 عمال حتى يستخدموا نظام الري السطحي في ري هذه المزرعة، فالتكلفة راح تكون عندك مكلفة في الحالة هذه. البروبر ديزاين أوف إريجيشن أريا، إذا أنا قدرت أعمل ديزاين تصميم مناسب للسيرفس إريجيشن من ناحية مساحة الأرض اللي بدي أنا أرويها، من ناحية تحضير التربة، من ناحية اللي هي خلينا نقول ميلان الأرض وتسوية الأرض، كلها هذه عمل تدخل بالديزاين، كلها لها دخل بالديزاين. إذا كان هذا الكلام قدرت أنا أقدر أسيطر عليه وأعمل ديزاين مناسب مع معرفتي في نوعية التربة موجود في الحالة هذه، بقدر أقول إنه النظام الري السطحي بقدر أسميه نظام ري إيفيشنت. لأنه كثير مرات كثير تتبادل للذهن الناس إنه دائما لما واحد يحكي نظام ري سطحي إذا معناته نظام ري بكون الإيفيشنسي فيه واطي جدا وخسارة المياه تكون عالية جدا. هذا الكلام إذا ما كانش فيه بروبر ديزاين. أما إذا كان فيه بروبر ديزاين، أنا مثلا في أمريكا حكيت أنا تقريبا 50-60% من الأرض لحد الآن نستخدم نظام ري السطحي، وخاصة الضاير في بعض المناطق اللي هي خلينا نقول البوردر، بس راح نحكي عنه الآن، البوردر والفرو إريجيشن باستخدام تكنولوجيا مناسبة ومتطورة جدا قدروا إنه يحصلوا على كفاءة عالية جدا من نظام الري السطحي تعادل كفاءة نظام ري متقدم وراح نحكي عنها إن شاء الله. فإذا ممكن إني أنا أستخدم نظام ري سطحي وأرفع كفاءة هذا النظام في حالة أنه أنا قدرت أعمل له بروبر ديزاين من ناحية تحضير الأرض الزراعية كما حكينا هنا، من ناحية سايز وسلوب ليفلنس، ومن ناحية معرفتي في نوع التربة الموجودة. الكابيتال كوست إذا مثلا نحكي عنه، إذا أنا بدي أعمل ليفلينج لللاند وأعمل خلينا نقول تصميم أو خلينا نقول بناء ريزرفوار في المزرعة، حاليا إحنا عندنا مثلا في الأردن هنا بتلاقي المزارعين كل مزارع في عنده في مزرعته خزان أو ريزرفار أو بركة أو بون، لأنه المزارع حصوله على المياه بتم إما من فترة لفترة أو على الطلب، يعني المية مش توفر عنده باستمرار. فعشان هيك مرات إذا في المزارع ممكن يكون دوره في المي
في فتره هو مش بحاجه انه مزارع انه يروي المزرعه، عشان هيك بيتم تخزين هذه المياه في خزانات او خلينا نقول في برك لاعاده استخدامها في فترات بيكون المزارع الى في حاجه الى ري. فاذا اذا كان في عندي بدي اعمل ليفلنج لللان، بدي اعمل كونستراكشن ريزرفوار، الكابيتال كوست راح تكون شوي اكسبنسيف، هاي من ناحيه كابيتال كوست. اما من ناحيه اوبريشن كوست للسيلف ريجيشن، ناحيه الاوبريشن كوست هي فيري لو زي ما حكيت، وعشان هيك كثير هي منتشره في مناطق متعدده لان الاوبريشن كوست تبعها واطيه جدا. من انواع السيلف ريجيشن ري السطحي، في عندي بيسن ريجيشن ري بالاحواض، وبوردر ريجيشن ري بالاحواض المستطيله، وري بالاحواض المربعه، وري بالاحواض المستطيله البوردر ريجيشن، والفرو ريجيشن هو ري بالاتلام. هي ثلاث انواع للري السطحي. ري بالاحواض خلينا نقول بيسن، وهو خلينا نقول انه هو احواض تقريبا مربعه الشكل، وبتكون دائما مساحتها شوي قليله، يعني 4 في 4 خلينا نقول او 5 في 5 في 6 تقريبا متر. بنحكي هذه البيسن، هاي الفيلد ماست بي ليفلد اند encompasses by dike، يعني هذا الاراضي دائما بتكون عمل الارض فيها لازم تكون ليفل لحد ما، عشان هيك بتكون مساحتها صغيره، عشان انه المي يغطي المنطقه كلها، عشان بتكون ارض ليفل لحد ما. وهذه بتكون محاطه خلينا نقول بسميها دايك او اكتاف، زي ما انت شايف هون محاطه باكتاف، وهون في انا كتب على اساس ان هاي الاكتاف بتكون مسؤوله على حجز الماء داخل الحوض. فالديزاين بالليفل بسايز الاكتاف هو بحدد لي كفاءه هذا النظام الري الموجود. It is favored by moderate to slow integrate soil and deep rooted closely spaced crop. هذا هاي الطرق، هذه الطريقه مناسبه للأرض اللي بتكون فيها infiltration للمي فيها تقريبا متوسطة إلى قليلة، والزراعة بتكون فيها deep rooted و closely spaced crop اللي هي مزرعات بتكون قريبة من بعضها البعض، أو خلينا نقول اللي تزرع بالنثر زي الأعلاف مثلا نحكي عنها، أو الأعلاف سواء كانت للحيوانات أو خلينا نقول الحبوب المحاصيل هذه الموجودة. وممكن بعض الأوقات نستخدمها في سري الأشجار إلى حد ما. هذه الطريقة. إذا effective method of leaching salt from the soil profile into the deeper groundwater. راح نتوسع كثير في هذا المجال في المحاضرة الأخيرة لما نيجي نحكي عن موضوع الليتشنج اللي هو غسيل التربة من الأملاح المتراكبة. أفضل نظام راح نشوف للتخلص من الأملاح المتراكمة في التربة نتيجة الزراعة المستمرة في الأرض هو نظام الري، خلينا نقول عنه البيسن أو البوردر، نوعين يعني هذول. لأنه هذا النظام أنا زي ما لاحظ الصورة هون، أنا بغمر الأرض كاملة في المي، وهذه المي بتكون مسؤولة على أن تذوب كل الأملاح الموجودة في التربة وتنزلها إلى أعماق عميقة جدا، بحيث أنه ما تكونش للأملاح هذه أثر على نمو النباتات أو على جذور هذه النباتات. هذه الطريقة ممكن كمان نعمل فيها automated with expensive flow control، إنه إذا في البداية مثلا أقدر أعمل أنا automation للمنطقة هذه، بحيث إنه أنا أخذ المي من القناة إلى داخل المزرعة عن طريق gate automated، حتى أتحكم بكمية المياه اللي أنا بدي أنا داخلها المزرعة. إذا ممكن نعملها automated زي ما حكيت، بس بشكل عام هذه الطرق الاوتوميشن فيها واطي جدا، او الليفل الاوتوميشن فيها قليل جدا. النقطه المهمه حكيت عنها الدايكس اللي هي الاكتاف. الاكتاف هذه لازم دائما يكون لها عمليه صيانه من فتره الى فتره، لانه بتعرف مع الزمن ممكن هاد الدايكس لها ديستركشن، ويصير انه قد مقدرتها على حفظ الماء داخل الحقل قليله جدا، بحيث يصير المي تطلع برا الحقل، لان لازم عمليه صيانه لها دائما متتابعه، وتكون ارتفاع مناسب بحيث تضمن انه تحافظ على مي بارتفاع معين داخل الحقل. It is difficult and often impossible and or infeasible to incorporate the use of modern farm machinery in small business. يعني اذا انا استخدمت هذا النظام، بتلاحظ انه هذا النظام ما بقدر اني استخدم فيه خلينا نقول اللي هي الماشينري، اللي هي زي الحراق التراكتور او الحصاده او شيء، لانه دخول هذه المشينز الى المنطقه راح يعمل ديستركشن للارض كلياتها. فعشان هيك دائما
عمليات الزراعيه فيها بتتم هاند اور انيمال كالتيفيشن عن طريق العمال او عن طريق الحيوانات. هذا البيسن. البوردر نفس البيسن بس البوردر انه مساحاته اكبر وبشكل مستطيل، عشان هيك الاكسبانشن اوف بيسن ممكن نزرع فيه محاصيل اكثر من اللي بنزرعها في البيسن، بس على شرط انه المحاصيل تكون مزروعه هذه تكون تتحمل، بسميها احنا فلودينج، لانه الارض راح تغمر في المياه لفترات طويله لانه مساحات كبيره جدا راح تكون الارض مغمور فيها لفترات طويله. مثلا يعني هذا النظام مهم، افضل نظام لزراعه الرز، يعني بتعرف الرز عمليه انه غمر الماء، غمر هذا محصول في الماء، على العكس هو مهم له جدا ولازم يكون مغمور في الماء. بس ممكن كمان نزرع فيه اشجار زي ما انتم شايفين هون في الصوره، ممكن نزرع اشجار باستخدام البوردر لانه الاشجار جذورها عميقه جدا ممكن تتحمل الفلودينج لفترات طويله، او بعض المحاصيل اللي ممكن تتحمل الفلودينج لفترات. هذا البوردر لونج ريكتانجولر زي ما حكيت ممكن مساحات طويله وبشكل مستطيل اور كنترول فيل شيب، عشان هيك لازم يكون في عندي انا سلوب، يكون في سلوب بسيط جدا، هذا السلوب يكون مسؤول على اساس يجعل حركه الماء من اول حقل الى نهايه الحقل توصل من غير ما يعمل عندي اي نوع من انواع الجراف. عشان هيك لازم يكون الديزاين يكون في عندي سلوب. البيسن كان احنا حكينا لازم يكون ليفل، مش مشكله لانه مساحاته بسيطه وحركه الماء عن طريق الدفع ممكن توصل لنهايه الحقل. اما هون حتى نوصل المي لنهايه الحقل لازم يكون معي كمان مع الضخ او حركه الماء او ضخ الماء يكون في عندي سلوب بسيط مناسب حتى يسمح للماء تتحرك من اول الحقل الى نهايه الحقل. ممكن نقسم الحقل الى ستريبس with 6 to 30 meter خنقول separated by border ridge زي ما حكينا الridge هنا أو الدايك كمان نفس اللي حكي عنها. هذه الridges مسؤولة على حفظ الماء داخل البوردر. ممكن استخدمها في زراعة الأشجار وزراعة الأعلاف أو زراعة small grains اللي حكي عنها في هذه الطريقة، لأنه زي ما حكيت لها يتم غمر كافة الأرض، فعشان هيك المحاصيل مناسبة لها هي المحاصيل اللي تزرع نثرا، يعني موجوده دائما في كل متوزعه في كافه الحقل الموجوده. الفرو اريجيشن هو النظام الري الثالث الاخير من نظام الري السطحي اللي هو ري بالاتلام، وهذا يتم عمليه عمل خلينا نقول خطوط زي ما انتم شايفين هون، هاي خطوط وهذه الخطوط بنسميها احنا اتلام او الفرو، وهي المسؤوله عن حمل الماء من اول الحقل الى نهايه الحقل. والزراعة بتتم على الرج اللي بنحكي عنه هنا اللي هو على الكتف، زراعة بتتم على الكتف هون في المنطقة هذه. بصير الآن عملية إضافة الماء في هذا الفرو، والمي إذا ما يكون حركتها دائما من المنطقة دائما يكون منطقة رطبة إلى منطقة جافة، فبصير انتقال الماء راديال بكافة الاتجاهات إلى الكتف وترطيب هذه المنطقة، وبصير النباتات المزروعة في هذه المنطقة تأخذ المي من هذه الفرو الموجودة. إذا construction small channels من الفرو along the primary direction of water movement مع حركة مع اتجاه حركة الماء. هذه ممكن استخدمها مع البيسن أو البوردر to overcome topographical variation and crusting، يعني إذا كان في عندي منطقة فيها crusting بحيث إنه حركة الماء تكون ضعيفة جدا ممكن نستخدم هذه النظام فيها. بس هذه المنطقة تختلف او احنا نظام الري السطحي كله مور ليبر انتنسيف، بس هذه المنطقه هي مور ليبر انتنسيف دان بوردر اور بيسن، لانه عمليه تحضير الارض والفرو ومتابعه الفرو والري في الفرو هذا بحاجه الى عمالي اكثر. بس هذا النظام شوي نحكي عنه فعال اكثر من انظمه البيسن والبوردر، لانه الحاله هذه انا ما بروي كافه الارض، انا بروي بس جزء من الارض وفي جزء آخر لا يتم بيضلوا جاف. بالحالة هذه عملية الإفشنسي بتزيد شوي عن البوردر أو البيسن الأنظمة الأخرى. سالينيتي هازارد ليميتد ماشينري موبيليتي أن إنكريز إيروجن بوتنشال، هذا النظام ممكن يعمل له أثر إذا كانت المياه مالحة إلى حد ما، إذا كانت فيها ملوحة هذه المياه، لأنه حكينا إحنا حركة الماء راح تكون الى داخل الرج، فلما الماء يتحرك راح ياخذ معه كمان املاح، ولما النباتات الموجوده هون تاخذ المياه
راح يصير اخذ للمياه وراح يصير ترسيب للاملاح الموجوده فيها. فمع الزمن ممكن انه المنطقه هذه يصير في عندي اثر للاملاح موجوده فيها. عشان هيك اذا كانت هذه المياه مالحه بنحاول احنا نتفادى هذه الطريقه او نتبع طرق اخرى في الري. كمان نفس الشيء عمليه التدخين الماشينري فيها صعب جدا، لانه اذا دخلت الماشين معناته حطمنا كل الفرو. بالاضافه لذلك اذا كان هذا الفرو صمم بحيث انه يصير في عندي جريان الماء في سريع جدا او السلوب يكون في عالي جدا، ممكن يعمل عندي عمليه سميحنا اللي هو انجراف التربه في بدايه الفرو، وهذا له اثر سلبي. هذا النظام ممكن نستخدمه للمحاصيل اللي تزرع على خطوط او الاورشارد او الفينيارد، يعني الاشجار بشكل عام. فنقول اذا المحاصيل اللي تزرع على خطوط زي الخضروات زي البطاطا زي البندورة زي الخيار زي الفاصوليا، هذه المحاصيل خضروات تزرع على خطوط، فممكن نستخدم هذا النظام، لانه احنا ممكن نزرع هذه المنطقه اللي هي الريدجز في محاصيل زي البندورة وخيار بطاطا والرويتم هنا، او ممكن نستخدمها بنزرع اشجار على هذا ونستخدم الفرو لري هذه الاشجار. هذا سيرف ايريجيشن كوست تبعه كونستراكشن اونلي وانس، يعني عمليه الكونستراكشن لهذا سيرف ايريجيشن يتم بس مره واحده، اللي هو زي عمليه الليفلنج والريجيشن وبيلدينج ذا ووتر ديتشز اور دايكس اور ريزرفوار، هذا كله يتم لمره واحده. فعشانك ممكن تكلفه تكون لمره واحده. اما الانيوال اوبريشن كوست الانرجي فيها فيلينج، اذا كان بدي استخدم انرجي بس بستخدم عمليه الفيلينج اوف ذا ريزرفوار وضخ المي من الريزرفوار اور ووتر ديبريشن اند لاند بريبريشن مينتيننس ليبر، كل هذه بنسميها احنا الانيوال كوست تبع النظام الري السطحي اللي هي موجود فيها. الاوبريشن اند مينتيننس اللي هذا موست امبورتنت تو كونسيدر ان سيف ريجيشن تو موف ذا ووتر تو سكسيسيف ابلكيشن بوينت انتل ات ريتشز ذا اند. اذا اهم شيء من ناحيه الاوبريشن هذا النظام الري السطحي انه الماء لازم يتحرك من اول الحقل الى نهايه الحقل، يعني ما بصيرش انه يظل عندي انا منطقه من الحقل لم يصلها الماء. عشان هيك ده حكينا هذا النظام راح نلاحظ انه نظام راح يكون استخدام المي بشكل كبير جدا حتى نقدر احنا نروي كافه الحقل، انه المي توصل من اول حقل الى نهايه الحقل، فعشان هيك راح يكون استخدام المي بشكل كبير جدا. الفرو اند ستريبس ماست بي كليند اوت بيرديكلين، حقنا دائما لازم يكون عمليه صيانه للفرو اور دايكس للموجوده حتى نضمن انه المي توصل لكافه الحقل. اذا كان في عندي ليكجز بالديجز هذه لازم يصير تصليحها مباشره حتى نمنع خروج المي من الدايكس وما نخسرش مي بشكل كبير جدا. وبالاضافه من محصول الى محصول لازم نعملها ري ليفلنج لللاند، لانه ممكن يكون في عندي انا خلال الزراعه الماضيه يصير تغير في ليفل تبع الارض، عشان لازم نعملها ري ليفلنج. فاذا كل هذه تعتبر as operation and maintenance لنظام الري السطحي. هذا النظام الابليكابيلتي تبعته ذا سيستم ديبند اون 3 فاكتورز سول تايب ووتر كواليتي اند كلايمت بلانت اند ليبر. الحاله هذه اذا ووتر كواليتي اند كلايمت وبلانت اند ليبر كلها هذول كلهم عوامل لازم احنا ناخذها بعين الاعتبار في عمليه ديزاين السيرف ريجيشن. نوع التربة إذا كان تربة ثقيلة أو خفيفة، وهذا بحدد لي على حركة الماء. مثلا أنا عندي تربة خفيفة، والتربة الخفيفة معناته أنه راح يكون في عندي انفلتريشن للمي إلى أسفل أكثر منه إلى حركته إلى الأمام. في الحالة هذه في التربة الخفيفة بستخدم نظام البيسن بدل البوردر، لأنه البيسن مساحته أصغر ممكن أنه أنا أغطي كافة المزرعة. أما في البوردر من الصعب أني أغطي كافة البوردر في المي، لأنه حركته إلى الأمام تكون قليلة جدا. فإذا نوع التربة بيحدد لي أي واحد أستخدم. بالإضافة كمان إلى نوعية المياه، إذا كانت فيها ملوحة مثلا بحاول أتفادى نظام الري الفرو، لأنه حكينا ممكن يكون في عندي سولت هازارد. وكمان محاصيل ممكن أزرعها، إذا كان بستخدم محاصيل مثلا على خطوط بلجأ إلى الفرو، أما إذا كانت حبوب بلجأ إلى البوردر أور بيسن. بالإضافة كمان الليبر، إذا كان أنا ليبر عندي متوفر او غالي او مكلف بحدد لي اي نظام الجاي.
نوعيه البيرميبل سويل زي ما حكيت اللي هي نفاذيه التربه، بتحدد عندي نظام الري المناسب حتى انه اقدر اوصل المي لنهايه الحقل. زي ما حكيت it can be implemented in widely regions in contrast to sprinkler. زي ما حكيت هذا النظام الري السطحي بشكل عام مستخدم بشكل كبير في معظم مناطق العالم. It's not highly automated but labor intensive. إذا النقطة في إنه مش عندي أي تكلفة من ناحية automation أو المشي فيها، بس لكن هذا النظام له الشيء اللي فيه إنه بده عمالة مو مستمرة. لو جينا احنا حكينا شو سريع شو الادفانتج ديس ادفانتج الملخص للنظام الري سيرفيس، وايدلي يوز ادفانتج وايدلي يوز، ووتر ترانسبورت باي جرافيتي، ليست افكتد باي كلايمت زي الويند مثلا. راح نلاحظ احنا الان في النظام سبرينكلر الويند له اثر كبير جدا في عمليه اختيار نظام السبرينكلر، بس هنا الاثر الويند راح يكون قليل، عشان هيك مش راح يكون له اثر في لاختيار نظام السيرفيس. Station element are the edge of the field. It can be developed at the farm level with minimal capital investment. يعني تكلفة الكابيتال بشكل عام راح تكون قليلة لهذا النظام. أما this advantage له the soil which must be used to convey the water over the field. حكينا بده لازم مي تغطي كافة الحقل، وهذا معناته راح يكون في عندي استخدام كبير للمياه. Less efficient in applying water than either sprinkler system or drip irrigation. احنا كانه اقل كفاءة من نظام الري برشاشات او تنقيط. The need to use the field surface as conveyance and distribution facility required that the field be well graded if possible. لانه حكينا هذا النظام بيستدعي انه المي تغطي كافة الحقل، وهذا بيستدعي انه يكون عملية تسوية الارض قبل الزراعة او قبل الري بيستمر حتى نضمن انه حركه الماء لكافه اجزاء الحقل الموجود عندي. Service system tend to be labor intensive، وهذه احد الاسباب. فهذا بالنسبه للسيرفيس. نعم. يعطيك العافيه دكتور، شو رايك نطلع هوم بريك؟ وهذا انا بدي احكي نوقف لهون ونكمل نطلع بريك ان شاء الله. خلاص ممتاز، انا لانه حسيتهم يعني بدنا شحن طاقات. أنا وأنا واحد منهم مش فقط هم. خلص تمام إن شاء الله، ربع ساعة مناسب دكتور؟ ماشي الحال، 12 ونص يعني نرجع بإذن الله. 12 ونص بتوقيت الأردن، 11 ونص بتوقيت مصر إن شاء الله. راح نرجع إن شاء الله لمحاضرة اليوم. يعطيكم العافية ونراكم بعد قليل إن شاء الله. ماشي.